بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. افتتحت الجلسة. السادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة النواب المحترمون، طبقا للفصل 100 من الدستور وعمل بمقتضيات النظام الداخلي لمجلس الموقر، نخصص هذه الجلسة لأسئلة شفوية لمراقبة العمل الحكومي، ويتضمن جدول الأعمال اليوم 25 سؤالا شفهيا موزعة على قطاعات مختلفة. قبل ذلك إذا سمحتم، وعلى إثر الفاجعة التي حلت ببعض أقاليم المملكة نتيجة الفيضانات التي خلفت عددا من الضحايا والمفقودين، فإننا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء لكي يرحم أرواح الضحايا، وكذلك بالتعازي الحار لأسرهم وذويهم، وإنا لله وإنا إلى راجعون. وندعوكم إلى تلاوة الفاتحة ترحما على هؤلاء الضحايا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والآن أطلب من السيدة أمينة المجلس تلاوة المراسلات الواردة على الرئاسة، فلتتفضل مشكورة. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. توصلت رئاسة أو مكتب مجلس النواب بالنصوص التشريعية الآتية، ويتعلق الأمر بي: مشروع قانون رقم 2514 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بكوناكري في 3 مارس 2014 بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. مشروع قانون رقم 5614 يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار للتعاون الصناعي والتجاري الموقع بكوناكري في 3 مارس 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا. مشروع قانون رقم 4814 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بباماكو في 20 فبراير 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي. مشروع قانون رقم 4514 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في المجال الأمني الموقعة بالرباط في 11 مارس 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر. مشروع قانون رقم 8714 يقضي بتغيير القانون رقم 01689 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية. مشروع قانون رقم 4914 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في مجال محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب الموقعة ببروكسل في 18 فبراير 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة بلجيكا. مشروع قانون رقم 4014 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 21 مارس 2013 بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة بشأن نظام قواتهما. مشروع قانون رقم 8814 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن التعاون العسكري الموقعة بالرباط في 2 ماي 2006 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. مشروع قانون رقم 6814 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع ببروكسل في فاتح أبريل 2014 بين المملكة المغربية ومجلس أوروبا بخصوص مكتب مجلس أوروبا بالمغرب ووضعيته القانونية. مشروع قانون رقم 6514 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والتنسيق الموقعة بمراكش في 10 جمادى الأولى 1435 موافق 12 مارس 2014 بين وزارتي الداخلية بالمملكة المغربية ومملكة البحرين. كما توصلت رئاسة المجلس ب 104 سؤالا شفويا و 330 سؤالا كتابيا و 291 جوابا عن أسئلة كتابية. أما الأسئلة الكتابية المتبقاة دون جواب فتبلغ 10,036 سؤال، وتم سحب سؤال شفوي واحد. شكرا سيد الرئيس. شكرا. بداية أخبر السيدات والسادة النواب المحترمين على أنه ستعقد جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة، وذلك مباشرة مع نهاية حصة الأسئلة الشفهية هاته.
حضرات السيدات والسادة، نشرع الآن في بسط الأسئلة الشفوية الشفهية المدرجة بجدول أعمالنا ونستهلها بقطاع الداخلية. عدد الأسئلة 7، من السؤال رقم 1 إلى 7، وهي أسئلة آنية لا وحدة الموضوع، ويتعلق الأمر بالفيضانات التي شهدتها بعض أقاليم المملكة. لذلك أقترح على السيدات والسادة النواب طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير. السؤال الأول، تفضل سيدنا، تفضل. شكرا السيد الرئيس. غير من خلال الجلسة الأخيرة، عفوا سيدنا، كاين نقطة نظام. طيب تفضل. أخيرا اللي تم التصويت ديال على مشروع ميزانية ديال المالية 2015، كان يعني قلتوا الاسم ديالي من ضمن الأسماء اللي تغيبوا، وأنا كنت حاضر يعني، صوت على الشطر الاول والشطر الثاني، وصوت على يعني اللجنة، انا كنتمي للجنة الخارجية. انا كنتفاجئ ان الاسم ديالي تلا من ضمن الاسماء اللي سميتو، مع العلم ان كاين الاخوان هنا اللي كانوا غايبين ومعروفين وداكشي، وما يعني وما تقالش الاسم ديالهم. السيد الرئيس، حنا هنا راه برلمان، راه ما عندنا شي جنرال ولا كبران هنا، كلنا نواب، واللي غائب يتلو الاسم ديالو الله يخليه. كلمة السيد الرئيس في اطار نقطة نظام، تفضل السيد الرئيس. شكرا السيد الرئيس. اولا بطبيعة الحال حدث طارئ وظرفي هو الفيضانات الأخيرة في الجنوب، وحسب مقتضيات المادة 195 والمادة 196 من النظام الداخلي، بطبيعة الحال الذي يتيح أو يسمح بحضور بعض الوزراء الذين يهمهم الأمر ولو خارج يعني عن التنظيم المحدد في مجلس في النظام الداخلي كقطاعات، حيث القطاعات التي تنظم حضور الوزارة. فلذلك نحن نتساءل عن غياب السيد وزير التجهيز الذي يهمه الأمر بالدرجة الأولى، ونحن لا نريد وصفا للأحداث، ولا نريد يعني أن نبلغ إحصائيات العدد القتلى والمفقودين، نريد أن نسائل وزير التجهيز عن أسباب المؤدية إلى تلك الكوارث، والنظام الداخلي يسمح بذلك حسب المادتين 195 و196 من النظام الداخلي. شكرا. شكرا. إلا سمحتي والإخوان، كاين إكراه ديال التوقيت. تفضل سيدنا، تفضل. شو إلا كان الرحيم، تفضل. السيد الرئيس، تفضل. السادة الوزراء والوزيرات، السادة النواب والنائبات، يؤسفني السيد الرئيس أن ما تم الإعلان عنه عن الحضور وعدم الحضور لم يكن واقعيا ولا منطقيا ولا أقول ولا أخلاقيا، لأن كما قال بعض السادة النواب كاين الناس اللي تغيبوا ولم تذكر أسماؤهم، وأنا لا أقول عن نفسي 30 سنة وأنا في البرلمان ولم أتغيب ولا مرة واحدة بدون عذر حقيقي وليس عذر مكتوب في الورقة. وأنا بعثت برسالة يوم كان هنا الثلاثاء السابقة التي كان فيها اللقاء مع السيد رئيس الحكومة، وخرجت في أمطار غزيرة، وأصيت بزكام حاد بعدما العملية، وبعثت لكم برسالة شهادة طبية موجودة هي والتوصيل ديالكم ديال البرلمان، وتعلنون عن اسمي بأنني غائب، وأنا الذي لم أغب أبدا. شكراً. مما تدل على أنه شكرا السيد النائب. فيما يتعلق بكل لا انتهى الوقت القناة. فيما يتعلق بكل الأخطاء التي وقعت في هذا الموضوع، المكتب على استعداد لكي يصححها أي استدراك وأي تصحيح. المسألة الثانية، من اليوم سنعتمد بطائق إلكترونية في إثبات الحضور، وبالتالي طيب القرار هو هذا. إذا كانت هناك إشكاليات فالإشكاليات تعالج. الإخوة الكرام، سنمر إلى جدول أعمالنا، وأؤكد لكم بأن المجلس عفواً المكتب المجلس تدارس هذا الموضوع من جميع جوانبه، ومستعد لكي يتخذ كل إجراءات صحيحية والتي ستطور هذه العملية وفق
ما ينص عليه القانون. شكرا للجميع. إذا السؤال الأول للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الوطني الأحرار، فإذا تفضل أحد واضعي السؤال مشكورا بطرحه. تفضل السيد واضع السؤال. عفوا، كلمة للحكومة في إطار نقطة نظام. شكرا سيد الرئيس. غير السيد الرئيس أثار يعني عدم حضور سيد وزير التجهيز والنقل لهذه الجلسة. حنا توصلنا مراسلتكم سيد الرئيس على الساعة الواحدة اليوم، البرنامج أغلق البارحة، لو توصلنا البارحة كان يجي ما كان حتى شي إشكال. إذا الإشكال ما عندوش علاقة بالموقف أو الحضور، وإنما فقط بتدبيركم لهذا الملف. عفوا، كلمة السيد خلونا ندوزوا. الله يجزيكم بخير. السيد رئيس تفضل، تفضل آخر نقطة نظام، تفضل. شكرا لسيادة الرئيس، السيدان الوزيران، السادة الوزراء، أخواتي إخواني النواب. في إطار نقطة نظام السيد الرئيس، أن الموضوع الذي نحن بصدده اليوم هو الفيضانات، وإن كنا نحمد الله على هذه الخيرات اللي طاحت، نتأسف على البنية التحتية اللي هي لا دوز تسير عفك. لا نعم، عفوا السيد الرئيس. لا النظام الداخلي واضح، إذا كانت تدخلك في إطار تسير نعم، إذا كان في الموضوع لا. لا الموضوع لا، موضوع ليس من حقك أن تطرح. تفضل، يلا تفضل سيد. وكاين الطرق اللي هي تهرست، وكاين المنشآت اللي هي تضرت، وكاين ضحايا اللي طاحوا. سيد الرئيس، السيد الوزير يجي يتكلم في الموضوع، هو اللي مكلف بهذا الشيء. سيد الرئيس تكلم في الإطار ديال نقطة نظام اللي كيتعلق بتسير ديال الجلسة. لا، فيما يتعلق بتسير هذه الجلسة. لا، ما تخاطبش الحكومة، عليك أن تخاطب لا نرضي عليك. السيد الرئيس سيطاش. شكرا، الله يجزيكم بخير، باش نتعاونوا على إنجاح هذه الجلسة والجلسات التي ستلي. المادة ديال نقط نظام تكون دائما في التسيير، أما موضوع الفيضانات فهو سيكون موضوع سؤال آني، سيكون لكم الفرصة لكي تتكلموا في الموضوع. هذا طارح السؤال من فريق الأحرار ببسط سؤالي. تفضل السيد الرئيس، السيد الوزير، السيد الوزير المحترم، السادة الوزراء المحترمين، السادة والسيدات النواب المحترمين. سيد الوزير، على إطار الفيضانات التي شهدت إقليم قلميم وبعض المناطق المجاورة والتي خلفت عدة خسائر في الأرواح والممتلكات، نسألكم سيد الوزير المحترم، ما هي التدابير الحكومية التي تم اتخاذها لتخفيف من معاناة الساكنين المتضررة وعائلة الضحايا؟ وشكرا. شكرا سيد نائب. السؤال الثاني للسيدات والسادة النواب المحترمين فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضع السؤال. سيد الوزير المحترم، عرفت كثير من مناطق المغرب خلال الأسبوع الماضي تهاطل الغيث، وكذلك أضرار بليغة على مستوى البنى التحتية وعلى المستوى البشري. نسائلكم سيد الوزير المحترم عن الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية للتخفيف من هذه الأضرار ولاحتوائها، وشكرا. السؤال الثالث للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد السادة النواب بطرح السؤال. سيد الرئيس، عاشت الأقاليم الجنوبية مأساة حقيقية من جراء الفيضانات الذي عرفتها، وبالخصوص جهة قلميم السمارة. غياب ملحوظ الوزير المعني بالأمر، وزير التجهيز، في غياب ديالوك في هذه الجهة، لأن كانت قبل هذه كانت واحد الكارثة ديال سيلفر الباخرة وما جاش. مساءلة على صندوق ديال الكوارث الطبيعية، الحكومة السابقة كانت كتفعلوا، هذه الحكومة في غياب. شكرا. السؤال الرابع للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاشتراكي، تفضل السيد نائب. نفس السؤال فقط إضافة، هل من تحديد للمسؤوليات بهذا الشأن؟ لأن الأمر يتعلق بأرواح المواطنين. شكرا. شكرا السيد النائب. السؤال الخامس للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التقدم الديمقراطي، فليتفضل أحد السادة النواب بطرح سؤال. فريق الديمقراطي، تفضل. شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمين. فريق التقدم الديمقراطي يوجه السؤال على إثر هذه التساقطات المطرية اللي عرفتها الأقاليم الجنوبية والجنوبية الشرقية. أولا بغيت بهذه المناسبة نوجه تعازينا الحارة لأسر المفقودين وتضامننا معهم. كذلك بغيت نوجه سؤالي حول ما هي التدابير
وما هي وما جرى بالضبط، شنو يعني كم عدد الضحايا، شنو الوقع بالضبط، وكذلك شنو هي التدابير المتخذه من طرف الوزاره لمعالجه ما وقع. السؤال السادس للسيدات والساده النواب محترمين من فريق الاصاله والمعاصره، تفضل احد الساده النواب. شكرا السيد الرئيس. سؤالنا هو التالي: ما هي الاجراءات المتخذه من طرف الحكومه لمواجهة التقلبات الجوية الأخيرة التي كانت سبباً في كارثة حقيقية لبعض المناطق ولبلدنا عموماً؟ شكراً. السؤال السابع والأخير للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الاتحاد السوري، تفضل سيد نائب. سيد رئيس، باش ما نعود شيء السؤال نفس السؤال، غير هل من منظور استباقي أخذ بعين الاعتبار التحولات المناخية التي أصبحت معطى بنيوي؟ وهل هناك تدابير للحد من هذا الآثار مستقبلا؟ شكرا. الكلمة للسيد الوزير. لا يمكنكم استخدام من السطح. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين، في البداية أقدم باسم الحكومة التعازي الحارة لضحايا، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الجميع بواسع رحمته. السيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين، الحجم ديال التساقطات المطرية اللي عرفتها بعض المناطق كانت استثنائية بكل المقاييس. غنعطيكم بعض الارقام، ربما شي وحدين عارفينها شي وحدين ما عارفينهاش. خلال اربعه ايام، اي من يوم الخميس حتى اليوم الاحد، قلميم 140 ملم، اكادير 110 ملم، سيدي يفني 90 ملم، تيزني 80، العيون 70 الى اخره. اما في المناطق الجبليه وهي اللي كتعطي الويدان باش كيحملوا، كاين أرقام كبيرة جدا. في المنطقة ديال إغرم قدال فرزازات 340 ملم خلال هاد الأربع أيام، وفي منطقة سيتي فاطمة الحوز 415 ملم. هذه فقط غير بعض الأرقام باش تعرفوا الحجم ديال الأمطار، الحمد لله اللي سقطت على بلادنا خلال هاد الأربع أيام هذه اللي كنتكلموا. وللمقارنة فقط، فأكبر حجم سجل في إقليم قلميم مثلا، أكبر رقم كان في سنة 2002 70 ملم ما بين فاتح و 20 نوفمبر. إذن هذه التساقطات كانت مهمة جدا، ومن طبيعة الحال أودية أخذت الحجم كبير جدا وأحدثت خسائر اللي غنتحدث عليها من بعد. اللي بغيت نقول في البداية هو أن التساقطات ما كانتش مفاجئة، بحيث أن الأرصاد الجوية أصدرت نشرة نهار الأربعاء كتنذر بتساقطات عاصفية مهمة وحددت المناطق ديالها. وهذا الإنذار هذا تم إبلاغه للعموم بواسطة التلفزيون والإذاعة على وجه الخصوص، وسائل أخرى طبعا. وكما تتبعته خلال جاءت تعليمات من جلالة الملك نصره الله باش تكون تعبئة شاملة لكافة المصالح لمواجهة هذه الوضعية، بحيث أن هذه المصالح تم وضعها في حالة تأهب قصوى ابتداء، كل مصالح بدون استثناء تحت إشراف السادة الولاة والعمال في إطار المراكز القيادية الإقليمية والجهوية. وهاد المراكز القيادية من طبيعة الحال كتضم للمصالح المعنية كلها بتنسيق من طبيعة الحال مع المركز القيادي المركزي اللي كيشتغل 24 ساعة على 24 ساعة. ومن طبيعة الحال فقد كان لي شخصيا اتصال مباشر ومستمر مع كافة مسؤولي المركزيين والمحليين منذ الإعلان عن حالة
الإنذار. وبفضل هذه التعبئة غنعطيكم تلخيص للتدخلات المهمة اللي وقعت، وخص العموم يعرفها والسادة النواب والسادة السيدات النائبات يعرفوها. إلا ما 36 شخص، فالعدد الأشخاص اللي تم إنقاذهم من الغرق 432 واحد، كانوا في حالة خطيرة جدا، كانوا غادي يغرقوا لو لم تكن تدخلات. ومن هاد 432 كان منهم 94 اللي تم إنقاذهم بواسطة طائرات الهليكوبتر اللي تجندات بأمر مجلات الملك باش تساهم في العملية الإنقاذ. وبالنسبة للطرق، كانت الهاجس الأولي هو فتح طرق اللي غمرتها المياه أو طاح فيها الكياس إلى آخره، فكانت أكثر من 146 تقريبا 150 تدخل في هذيك اليومين في ثلاث أيام الأولانية. وبالنسبة للكهرباء اللي كان الأسر اللي بقطوعة كانت تقريبا 200,000، واليوم مازال يلا 4,000، وقعت أكثر من 170 تدخل لإعادة الكهرباء إلى المنازل. كما تم إنزال بعض المساعدات عن طريق الهليكوبتر في المناطق اللي كانت معزولة. والآن اللي كنت أتكلم معكم الآن، مازال العمليات متواصلة، بحيث أن ابتداء من الساعة 12 ديال اليوم كان واحد العدد ديال الطائرات المروحية اللي كتمون بعض الفيلاج، يعني بعض الدواور ديال إقليم الحوز ورزازات. حضرات السادة والسيدات النواب المحترمين، بالرغم من كل هذه المجهودات اللي تكلمت عليها والاحتياطات، فكانت الخسائر مهمة جدا، لا فيما يخص الأرواح، خاصة فيما يخص الأرواح. غنتكلم في البداية عن الأرواح البشرية. الشتاء بدات بكثرة من الخميس حتى السبت في العشية، يعني مدة ثلاث أيام. الحمد لله يلا كانوا 4 الحالات، جوج الموتى وجوج ديال المفقودين، وهادو حالات يمكن نقولوا انها حالات معزوله، لان سي دي زاكسيدون، واحد طاح من فوق القنطره وواحد هذا الى اخره. ولكن مع الاسف الفاجعه الاولى جاتنا نهار السبت في الليل، ابتداء من حوالي الساعه 10، كانت حافله ديال النقل صغيره ديال 10 ديال 15 ديال الناس، راكبين فيها 15 ديال الناس، وتعمدوا يدوزوا في الطريق اللي كانت فيها المياه غامره، وخاطروا بالمرور، ومع كامل الاسف دخلوا الواد، وراكم عرفتوا من بعد اش وقع. 14 ميت، هذا حسب المعلومات المتوفره. هاد 14 اغلبيه ديالهم من النساء، لان ربما كانوا غاديين لشي عرس، ومع كامل الاسف خذوا مخاطر كثيره جدا في هذاك الليل اللي كانت فيه الشتاء كثيره، وكانت فيه الطريق عامره بالماء، ومع ذلك خاطروا بارواحهم. وفي اليوم الموالي يوم الاحد مع 10 الصباح كانت الطريق السلطات المحليه موجوده والدرك موجود، ومع ذلك ثلاثه الطاكسيات دازوا بدون ما ياخذوا الانذار بعين الاعتبار. وراكم كتعرفوا النتيجه من بعد، واحد الطاكسي كان دخلوا الناس الوقايه المدنيه باش جبدوهم، ولكن جوج اخرين في 14 ديال الناس مشاو. اذا هاد المشكل مشكل كبير جدا. فما علينا الان الا مره اخرى ان نتقدم بتعازينا الحاره لاسر الضحايا، وغادي نرجع من بعد الاحتياطات اللي لازم اتخاذها. بالنسبه للخسائر الماديه لحد الآن اللي عندنا محصية هو تقريبا 150 منزل طيني مهدم، يعني لبيزي في عدة مناطق. بالنسبة للمشية والخسائر الفلاحية مازال ما كايناش دابا، لأن خص واحد الوقت باش تحصى. أما بالنسبة للطرق فخسائر غادي تكون مهمة جدا، مازال لحد الآن مازال يلاه كيحسوا باش يشوفوا التكاليف ديالها، وباش يشوفوا شنو هي الإمكانيات اللي خص تجند باش تعالج هاد الطرق كلها. وهذه مناسبه ربما غادي يكون الوقت للسيد وزير التجهيز ربما باش يجي يعرض عليكم الاتخاذات اللي غتاخذ
وغادي يكون عنده الوقت باش تكون عنده المعطيات مدققة. لحد الآن مازال ثلاثة ديال الطرقان الكبار مقطوعين ما بين مراكش ورزازات، مازال مقطوع الآن وكيخص ربما واحد 3 أيام ولا 4 أيام عاد تكون اون ديفياسيون باش يمكن تدوز. ونفس الشيء بالنسبة للطريق الرابطة بين طاطا وفومزكيد، ونفس الشيء بالنسبة للطريق الرابطة ما بين سمارة والساقية الحمراء. الحمد لله هاد الشيء دازت 3 أيام 4 أيام بالمنافع ديالو وبالخسائر ديالو، وإن شاء الله مازال الخير في الأمام. كما تتبعتم فالأرصاد الجوية أعلنت أنه ابتداء من يوم الخميس في الليل غتكون كذلك تساقطات مطرية مهمة جدا، ابتداء من الخميس كيقولوا في الليل، من الخميس في الليل حتى نهار الأحد إن شاء الله غتكون تساقطات مهمة جدا. ومن هذا المنبر، من هذا المنبر ديالكم، كنطلب من المواطنين، من المواطنين ما يغامروش بحياتهم. إلا كان الشتاء كثيرة اللي يمكن يأجل السفر ديالو يأجلو، واللي ما يمكن شيء على الأقل يكون أكبر احتياط باش ما يدخلش في مواجهة مع الماء. وأتوجه من هذا المنبر بصفة خاصة لأصحاب النقل العمومي، لأن هاد الحالات اللي شفناها اللي ماتوا فيها 28 واحد كلهم ديال النقل تقريبا العمومي، هادو كنتوجه لهم بصفة خاصة باش كنقول لهم ما تخاطروش بالحياة ديال الناس، ما تخاطروش بالحياة ديال الناس. فالماء راه كلشي كيعرفها، راه كلشي من الماء، ولكن الماء كذلك راه ما كاينش ماء أخضر من الماء. ومن هذا المنبر كذلك أتوجه بتحية خاصة، لأن خدمت معهم في الليل وفي النهار ودقيقة بدقيقة، أتوجه بتحية خاصة لكل المصالح اللي كتجند ليلة نهار للحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات، خاصة الوقاية المدنية والدرك المراكي والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والقوات المساعدة والسلطة المحلية، وما نساوش السادة المنتخبين كذلك اللي كانوا مجندين في هذه المناسبة. فهاد الفرق ديال التدخل راه واخا كيف ما كانت الامكانيات اللي عندها راه ماشي يمكن لها تدخل في اي وقت. نعطيكم مثال، راه نهار السبت ونهار الاحد كانت المروحيات موجوده ولكن ما يمكنهاش تطير، لان الجو ما يمكنهاش تطير. وحده طارت بغات تجرب، كانوا غادي يوقع لهم الله يستر اكسيدون، رجعوا في حالهم داك الساعه. اذا احسن حاجه هو الاحتياط، ونتمناو ان شاء الله الخير لبلادنا، والسلام عليكم. شكرا السيد الوزير. اذا ننتقل الى التعقيبات، الكلمه لفريق التجمع الوطني الاحرار. تفضل اخي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الوزير، السيد الرئيس، الساده والسيدات النائبات، الحقيقه لا مراد لقدر الله، هذا شيء من عند الله لا يمكن على البشر يواجهه، ولكن اللي مطلوب وهو سرعة التدخل، لأنه كما قال السيد الوزير النشرات الإخبارية أخبرت تقريبا المواطنين والسلطات بهذه التساقطات المطرية 10 أيام قبل الحادثة. بالتالي كان من الواجب على أن تعود هناك توعية شاملة لجميع المواطنين، وتكون لا القوات المسلحة ولا الدرك يكونوا على وهبة الاستعداد باش يكون تدخل في وقته. نعطي مثال، نهار الحد كانت واحد الحادثة اللي وقعت في جماعة حوزة، واحد السيد اللي كان في واحد جرافة يساعد المواطنين باش يقطعوا الواد وجرفوا الماء، وبقى عالق في هذه الجرافة تقريبا من 3:30 عقاب النهار إلى 1:30 في الليل بدون أن يجد منقذ. يعني في 1:30 ديال الليل غلبوا العياء ومشى به الواد، ومازال إلى حد الآن مازال ما لم يعثر عليه. بالتالي هذه الحوادث اللي من ذا الشكل نعرف على انها حوادث صعب التعامل معها لانها. شكرا السيد نائب. كلمه لفريق العدل والتنميه.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نجدد الترحم على أرواح الضحايا في هذه الكارثة هذه، وأريد بداية أن نؤكد على أن اللحظة لن تكون لحظة مزايدات، بل هي لحظة تعبئة وطنية شاملة، وما يكون من التقييم يأتي في الوقت المناسب إن شاء الله. مواقع السيد الوزير المحترم في مناطق الجنوب والجنوب الشرقي غير مسبوق بكل المقاييس. تساقطات قياسية، سيول فيضانات مدمرة. لن أستطيع وصف الحجم ديال الكارثة، وأسلمكم نسخة من تقرير أنجزته بعد التنقل في هذه المناطق للأيام الأربعة الماضية، سأسلمكم لاحقا إن شاء الله. كارثة وطنية تتطلب وقفة وإجراءات تضامنية وطنية مناسبة. عشرات الضحايا والمفقودين، تشرد المئات من الأسر، خسائر كبيرة في المنشآت الطرقية والمائية، وإغراق ألف الهكتارات من الأراضي الفلاحية، عزلة ومحاصرة مئة الدواوير، وانقطاع محاور طرقية رئيسية من المحور ديال الطريق الوطنية التسعود ديال تشكا. وهنا أنوه بالتواجد الفعلي في عين المكان ديال السيد وزير النقل والتجهيز والنقل قبل يومين. ضاع من الماء حسب مصادر وكالة الحوض ما يكفي لهذه المناطق دون سقوط أي قطرة غيث جديدة لفترة 3 سنوات مقبلة. الكارثة كشفت عن اختلال يجب أن تعالج، اختلال العدالة المجالية بهذه المناطق من جراء تعاقب سياسات الإقصاء والتهميش لعقود طويلة. ونحيي هنا توجه الحكومة للرد لاعتبار لهذه المناطق في مجال الطرق، تأهيل مسلك تشكا مثلا وبرمجة سدود أخرى ديال تودغا وديال أكدز، ونطالب برفع الإيقاع والوتيرة. هشاشة البنيات الطرقية، نسجل شروط وسائل الإعلام الرسمية وسوء استغلال معطيات الرصدية، ضعف نظم التدخل والإنقاذ. توصية السيد الوزير. شكرا السيد النائب. كلمة الفريق الاستقلالي، تفضل. أحد السادة النواب فريق الاستقلالي، تفضل. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، في البداية نشكر السيد الوزير على البيانات اللي دلا بها. كل ما هنالك على إطار الفيضانات، هناك وضع كارثي في مجموعة ديال الأقاليم. نسجل أن هناك تقصير فيما يتعلق بالصيانة الطرقية، وكذلك بالإنذارات المبكرة، وكذلك يعني النشرات الإخبارية لا تتسم بالدقة، لأنه البلاغ الحقيقي والقانوني هو مثلا اللي شرع السيد الوزير الداخلي الآن في كل فرع العموم. تسجلوا على مستوى إقليم الحوز يعني البنية التحتية، طريق ديال استفضبة، وكذلك يعني قنطرة أوريكا وقنطرة تمازوز وقنطرة أي تورير وقنطرة تغدوين. كاين واحد مجموعة ديال ممتلكات وبنايات ويعني سكان يبلغون الصوت ديالهم للسيد وزير الداخلية، وبالتالي كذلك أنه هناك واحد نوع ديال التقصير حكومي، ويتحمل كذلك مسؤولية مدنية وجنائية في واحد عدد ديال يعني الأمور اللي هي ترتبت في غياب يعني التعامل مع هذه الوضعية. إذا هناك أولا فيما كذلك قنطرة ديال تلوين هي في عهد الحكومة الحالية وشركة كازيت، أنه كذلك الانهيار ديالها. إذا هناك مجهود قامت به وزارة الداخلية على مستوى السيد الوالي والأستاذ العمال، ولكن هذا المجهود محدود. إذا كنطلبوا تدخل يعني على وجه الاستعجال لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن هناك يعني متضررين يعني كثر في هذا الإطار هذا. إذا هناك تلتمسوا كذلك إفادة جديدة، تقصير الحقائق لمعرفة الأسباب أين يكون الخلل وما العمل. كلمة الفريق الشراكي، أحد السادة النواب، تفضل سيد النائب. السيد الرئيس، اسمحوا لنا السيد الوزير، إما أنتم في المريخ كحكومة وإما إحنا في المريخ، أنا ولد المنطقة، واسمح لي الأمر يتعلق بأرواح البشر، 32 مواطن تزاقات روحها، في أي حكومة ديال بلاد أخرى ما غاديش تواجه بالتصفيق في مجلس النواب. نعطيك الرقم ديال الوحدة النهار اليوم في نشرة الأخبار الرئيسية. لذلك ما نكذبوش على المغاربة، أنا ولد تاغجيشت اللي كانت محاصرة، وتنعرف في العائلات ديالنا تما ماشي بهذا المنطق باش تتهضروا. هذا راه باب الصحراء، هذه أقدم بيعة للملوك العلويين كانت من هذه المنطقة، هذه هي الحفرة ديال واد نون، هذه هي باب الصحراء وباب سوس. هذه المنطقة لا تستحق أن تعامل من طرفكم على أنها بلاد الشلح. الموتى تما ماشي هما الموتى في أي منطقة. من زارها من أعضاء الحكومة؟ من زارها من أعضاء الحكومة؟ من زارها من رجال السلطة؟ لا والي نزل، لا عام نزل، اليوم كاينة 3 أيام رغم التعليمات السامية ديال جلالة الملك. العائلات حنا تنعرفهم مقابل اتصال،
تتجمع باش دير ثلاث ايام. هل يرضيكم؟ نسيتوا؟ شوفوا يوتيوب اش فيه متصور. المواطنين مشاو تيهزوا الجثث وما تيلقاوش حتى البلونكار باش يهزوهم وتتهضروا على الوقايه المدنيه. اين كان؟ واش تتعرفوا بان المواطنين ولاو تيتسائلوا واش هما كلاب؟ ترمات الجثث في الشاحنات ديال العزبال. شكرا السيد النائب. كلمة الفريق التقدم الديمقراطي. كلمة الفريق التقدم الديمقراطي. تفضل أحد النواب. كلمة الفريق الديمقراطي. تفضل أحد السادة النواب من الفريق الديمقراطي التقدم الديمقراطي. تفضلي السيدة النائبة. رئيس، نحن بدورنا نطالب بإجراءات عملية الفك العزلة عن المناطق المنكوبة، مناطق قليمي ورزازات وإقليم الحوز والمناطق الأخرى، تزويد الساكنة بالمواد الغذائية والأدوية والأغطية، إيواء المؤقت للمنكوبين، بناء وترميم القناطر والطرق، إعفاء المواطنين من رسوم رخص لإصلاح منازلهم. عفوا. كذلك عفاكم شيء من الهدوء. سمعوا السيدة النائبة. تفضلي السيدة النائبة. نحن بدورنا في الفريق نطالب بإجراءات عملية فك العزلة عن المناطق المنكوبة، منطقة قليمي ورزازات وإقليم الحوز والمناطق الأخرى، تزويد الساكنة بالمواد الغذائية والأدوية والأغطية، إيواء المنكوبين، بناء وترميم القناطر والطرق، إعفاء المواطنين من رسوم رخص إصلاح منازلهم. وكذلك بالنسبة للمواطنين اللي يأتون من أكادير إلى ورزازات، إعفاء يعني بالنسبة للنقل، النقل كيتزاد عليهم يعني، وحقيقة كيفرض عليهم يمشوا حتى الأكادير عاد يجوا. هذه كلها إجراءات عملية. احنا في فريقنا نعرفوا الحجم ديال هذه الكارثة، كنتسهلها وكنطالبوا بإجراء يعني عملية إجرائية حقيقية على أرض الواقع لفك العزلة ولمعالجة ما يمكن معالجته. وشكرا. كلمة الفريق الأصالة والمعاصرة. تفضل سيدنا. تفضل سيدنا. أنا فقط أريد أن أثير انتباه رئاسة الجلسة إلى أنه أثناء طرح السؤال وأثناء التعقيب يجب أن توفر في إطار مبدأ تكافؤ الفرص شروط طرح السؤال وشروط التعقيب. السيدة الرئيسة كجمولة أبي اضطرت أنها تعاود التعقيب ديالها للمرة الثانية والتوقيت بقى مستمر. شكرا السيد الرئيس. أنا لم أوقف التوقيت حتى وقفت سيدك. سنعطي واحد شوية ديال الامتياز ديال المقاطعة، ولكن الكلام الذي تقول السيد الرئيس معقول. الكلمة الفريق الأصالة والمعاصرة. تفضل السيد الرئيس. أحد السادة النواب. تفضل السيدة النائبة. السيد الرئيس، السيد الوزير، هاد التفاعل اللي تكلمتي لنا عليه، احنا اللي كنسجلوا واللي كيسجلوا جميع المواطنين، وكاين القنوات ديال الاتصال والمعلومه كتوصل في وقتها. اللي كيتسجل هو عدم التفاعل ديال الحكومه مع النشره الانذاريه فيما يخص التقلبات الجويه. كاين واحد الكرونولوجيا ديال الاحداث وماشي كاين تفاعل، ولكن حتى وقع اللي وقع. كنسجلوا ايضا ضعف البنيات التحتيه في بعض المناطق وعدم المراقبه ديالها. وكنا وضعنا واحد السؤال كتابي وجاوبنا عليه السيد وزير التجهيز في 2012، واللي ضمن الجواب ديالو بلي ان كاين 3300 قنطره الحاله ديالها متوسطه، كاين 2700 قنطره محتاجه للصيانه. اشنو تعمل هنايا السيد وزير التجهيز؟ كان في نشاط حزبي نهار السبت، ما كانش كيراقب ويشوف شنو كاين في المناطق المنكوبه. النهار اللي ظهر بالكرافطه ديالو وصباطو نظيف، ما كانش مع المنكوبين. كنسجلوا ايضا عدم التفاعل بالحزم اللازم لتجنب هذه الكارثه، وما كانش غير في قلميم، كانت في قلميم وكانت في تنغير وكانت في مناطق اخرى. شنو كتعمل الحكومه باش تحمي الارواح الممتلكات؟ سجلنا ايضا الطريقه المهينه اللي تعاملت بها الحكومه واللي تعامل في المعامله في التعامل مع الضحايا وفي التعامل مع الاموات الذي يجب تكريمهم.
اللي كاين هو اننا كنسولوا ايضا اشنو غادي دير الحكومه فيما يخص صندوق التضامن المرصود للكوارث وكيفاش. شكرا السيده النائبه، الكلمه لفريق الاتحاد السوري، تفضل. تفضل السيد النائب، تفضل. احنا باقيين في المغرب النافع والمغرب الغير نافع. تنشوفوا ان هذه الكارثه الطبيعيه اللي جات الاقاليم النائيه اللي هي اقاليم جنوبيه، وحنا هذا الشيء تنبهوا ليه حتى في التعديلات ديال القانون الماليه. كنا طلبنا من الحكومه باش دير واحد الصندوق لمساعده في هذه الامور اللي تتعلق بالكوارث الطبيعيه، وهذا الصندوق يكون محلي. الا ان هذا الشيء دائما تيترفض من طرف الحكومه. تنشوفوا واحد العدد ديال الخسائر فادحه صابت بلادنا هاد الايام، ولكن تنشوفوا الحكومه ان باقي تتعامل مع هذا الموضوع بالوسائل التقليديه. لا، ما كاينش وسائل تقنيه لانقاذ البشر. هشاشات الطرق، هشاشات الجسور، هناك من يقول ان 300 قنطره اتلفت، عدد من الطرق مهمه اتلفت، خسائر بشريه، خسائر في المنازل وفي المساكن ديال المواطنين. ولا ندري ولا نعرف اين نزيد وماذا سيقع مستقبلا. تنطلبوا من الحكومه، تنعرفوا ان المناخ ديال بلادنا غادي في واحد التغير تطرفي، اما حار اما ممطر، ورغم هذا تنبقاو في نفس السلوك مع الناس. واحد الاستراتيجيه، لان هذا ورش، هذه استراتيجيه خص الحكومه تحمل مسؤوليتها، لان هذه الكوارث ستتكرر، وكونوا يقينا انه ستتكرر، ولكن نحن بقينا في بلاصتنا، والمغاربه اللي ضحينا بهم كلهم مغاربه ديال الاقاليم النائيه اللي لا حول ولا قوه لهم، وحنا نتفرج وتنطلبوا من الحكومه باش يكون عندها واحد. هل هناك من تعقيبات اضافيه؟ فريق الاستقلالي، تفضل. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، بدورنا في الفريق الاستقلالي بغينا نوجهوا التعازي ديالنا لاسر الضحايا. والسيد الوزير قلت بان الحكومه كاينه، الحكومه غايبه. السيد الوزير لا يعقل السيد الوزير باش نقولوا وزير مشى شاف. انا الوزراء منشغلين بالحملات الانتخابيه ومنشغلين بالولائم. السيد الوزير، كون كنا في شي دوله ديمقراطيه الحكومه خصها تقدم الاستقاله ديالها اليوم. السيد الوزير، سيد الوزير، المواطنين كيموتوا. قلتوا درتوا نشرات انذاريه ولكن اجرتوا المواطن. المواطن تقول لي راه غتكون عندك 120 ملم ولكن اجرتوا ليه. هو كيشوف 120 ملم ولكن ما عنده ما يدير، الغلب الله. سيد الوزير، اليوم الاقاليم ديال ورزازات وزاكوره وتنغير منحصره، وتارودانت كذلك وطاطا والراشيديه سيد الوزير منحصرين. الطريق رقم 9 مسدوده في وجه المواطنين. سيد الوزير، يجب عليكم التدخل العاجل والسريع. هاد المناطق خصكم تخصوا لهم مروحيات اللي ينقلوا المرضى، اللي نجيبوا للناس ما ياكلوا. السيد الوزير، السيد الوزير، اغلبيه الساكنه الاقليم اللي انتمي اليه اللي هو زاكوره منحصره اليوم. قلتوا درتوا بانه درتوا التشويرات في الودان، ما عندكم والو. السيد الوزير، البارح انا بمشقه النفس جيت من زاكوره ودست على قنطره فيها الودان ولو بلاكا ديال القيف او ممنوع باش تدوز. السيد الوزير، وكتقولوا لنا اليوم درتوا، ما درتوا والو، الغلب الله. المواطنين كيموتوا والله يحضر السلامه. وجيتوا ثاني السيد الوزير اليوم كتقولوا لنا بانه الشتا غادي دير الحكومه هي اللي خصها تدير، ماشي المواطن هما اللي خصو يديروا. والسلام وشكرا. كلمة الفريق الحركي. فريق شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، هذه ظواهر طبيعية استثنائية كتوقع في جميع دول العالم. نترحم على الشهداء وخلقات إيجابيات على مستوى المخزون المائي. خصنا نشوفوا المستقبل. سيد الوزير، أنا كنت في المنطقة ديال ميدلت وديال الريش والراشيدية لما كانت هاد الظاهرة هذه. يعني المطلوب مستقبلا هو برنامج استعجالي باش تصلح الديور اللي تصدعات، باش تجرف يعني الأتربة على المساحات الزراعية اللي عمرات بالحجر. ولا بد من التفكير في السدود في المستقبل. سيد الوزير، سد غريس، سد تيوزاكين على كير ضروري، وسد الخناق
في ايت بو علي في الناحيه ديال تنفيذ كذلك ضروري في المستقبل، وتسد راه عندكم الملف ديالو السيد الوزير. لابد من تفعيل الصندوق ديال الكوارث الطبيعيه ومختلف الصناديق، ولابد من تنويه يعني قبل النهايه بالمجهودات اللي كيقوموا بها المسؤولون المحليون. انا شحال من نقطه يعني وادلي بشهادتي يعني بكل امانه، ما كنحس بالعامل ديال الاقليم حتى كيوقف يعني شخصيا على هاد الامور هذه لاسترجاع الحاله الى ما كانت عليه. شكرا. هل هناك من تعقيب اضافي لصاحب السؤال؟ تفضل السيد النائب المحترم. تفضل تفضل. شكرا السيد رئيس. اولا لابد ان نترحم على الشهداء فرحمه الله عليهم، واول ما سمعناها طبعا كانت من العائلات ديال حزب العداله والتنميه اللي الربع منهم كانوا في هذا، كانوا من بين الضحايا الاوائل، ولكن لابد ان نترحم على الجميع، وهما 36 كاخر رقم اعطاه وزير الداخليه. ثانيا حنا كنشكروا الحكومه على الحضور ديالها والتفاعل ديالها، كانت حاضره، ولكن هذا ما كانش كافي، كانت حاضره يعني بجوج الوزراء، لا وزير الاتصال ولا وزير النقل والتجهيز، ولكن كنقولوا ماشي هذا هو العلاج. ثالثا انا كنقول ما نغتنموش فرص وفواجع لكي يعني نستغلها سياسيا. دازت فواجع، دازت فواجع، وكنعرفوها لا في القصر الكبير ولا في قلعه سراغنا بالقرير، كنعرفوها كاملين ولم نستغلها. ولذلك ونحن نترحم اولا، ثانيا نطالب باش يكون يوم حداد وطني على الضحايا. هذا هو اللي هذا اللي مهم. ثالثا سيد الوزير كما فاجأنا بالجواب ديالو ديال حضور الحكومة، فاجأنا بأنه هذا الشيء كان في علم الجميع، وأن الكل كان أخبر، وكانت بلاغات ديال الأرصاد الجوية لو الدرك الملكي، لكن أكد بأن الناس غامروا. هذا ما كيكفيش، لابد أن نرتب المسؤولية على كل الاختلالات التي كانت. ما يمكنش ان تذهب يعني هاد الشهداء ان يذهبوا ضحا وسدا. لابد احنا كنطالبوا بلجنه تقصي الحقائق باش نعرفوا الارث وباش نعرفوا المسؤوليه الحقيقيه. هكا احنا كمغاربه غيمكننا نضامنوا مع هاد الناس ونحلوا حل جذري لكل هذه الكوارث عوض استغلالها سياسيا. وشكرا. هل هناك من تعقيب اضافي لاحد طرح سؤال؟ تفضل السيد النائب تفضل. في اطار الوقت المتبقي. فعلا ما كنتش بغيت نتدخل، ولكن ندخل لانه انا كنت في عين المكان ديال الحادثه الاولى اللي وقعت ما بين تيمولاي وبيزاكار. اذا كان الحضور في بعض المناطق المسؤولين المحليين، بينما مناطق اخرى غيبه كليا. انا كنت في عين المكان الخمسة د العشية مقطوعة الطريق. هاد الحادث اللي وقعت في 9 ديال الليل، يعني كون كاين علامة تشوير وكانوا مسؤولين محليين انهم كأدوا المسؤولية ديالهم على الأمانة ديالهم، كون موقع داكشي. انا كنت في عين المكان، يعني ما كاين لا مزايدات لهم، انه الحادث وقع كاين غلط لانه السيرة ملي جات بغات تدوز ما لقات اللي يساعدها، ما كاين حد، كون كاين شي حد كون كاين علامة تشويق ما يدوش. فعلا هذاك السيد غامر، ولكن ما كانت السلطة دير تقدم المساعدة. السيد الرئيس وملي داز الحادث الأول ليلة ديال السبت نهار الحد 11 الحد وقع المشكل. علاش ما تكون التعبئة السيد الرئيس؟ تكون التعبئة، ما يوقعش داك الشيء، ما يوقعش. شكرا السيد النائب. الكلمة السيد الوزير تفضلي السيد النائب. سيد الرئيس، في اللحظة اللي احنا نناقشوا هذا الموضوع كاين بعض السادة النواب سيدات النايبات اللي بقاو في الأماكن اللي هما فيهم، ما قدروش يعني يجوا متواجدين في عين المكان، كان حيهم بهذه المناسبة. كذلك في اللحظة اللي احنا كنناقشوا هذا كاين بعض مناطق اللي باقية إلى حد الآن في عزلة، يعني الى حد الان، خاصه منطقه قليمي ومنطقه ورزازات. كذلك النقطه اللي بغيت نشير لها هو انه الطرق، وضعيه الطرق، حنا كفريق طرحنا اكثر من مره
وضعية الطرق الوضعية في الجنوب ولا في الجنوب الشرقي، كان طالبوا بهذه المناسبة ترميم وإصلاح الطرق والقناطرة زايدة، لا لأنها حقيقة بحاجة، المناطق الجنوبية بحاجة لهذه الطرق وإصلاحها من جديد. شكرا سيد النائب. استثمار. شكرا. إذا لم يكن هناك تعقيب كلمة السيد الوزير، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة النواب، كنظن هذا الموضوع ما خصوش يكون موضوع ديال المزايدة من أي واحد. أنا من المسؤولية ديالي باش ندافع ونقول لكم اش عملوا الناس في الميدان وفي عين المكان واللي كيخدموا ليل ونهار، والكوارث الطبيعية راه ماشي غير في المغرب كتوقع، راه شوف اش وقع في بلدان اخرى، راه كاين هذه 10 ايام، شوف في فرنسا راكم شفتوها اش وقع، 13 موتى في نهار واحد ولا في يومين. اذا هذه مسائل ما خصناش نتزايدوا فيها باي شكل من الاشكال. ملي كتكلموا على شي واحد تكلم على اليوتيوب، انا ملي كنشوف اليوتيوب وملي كنشوف لي زيماج اللي عندي ولي فيديو كنقول الحمد لله اللي ما ماتوش كثر. واش كيكون عباد الله الواد فايض وكيجيو للجناب بالعشرات ما عرفتش اش كيتفرجوا، كيتسناو يديهم الماء ولا كيفاش؟ والسيد هذا اللي جا كيف ما كان، حنا كنا سايقين وحنا كنا كنشوف الطرقان. انا ملي كنمشي في الطريق وكنلقى الواد قطع ما كنقطعش الماء، كنقطعش الطريق، تكون اشاره ولا ما تكونش ما كنقطعش، كنبقى نتسنى ولا نرجع للور في حالي. هذا هو اللي خص الاحتياط اللي كنتكلموا عليه. واش غنقول لكم اللي كتوقع المأساة دائما كيوقع انفعال وكيوقع واحد العدد ديال ردود الفعل، حتى واحد ما كيبغي هذه الشهادات، كلشي كنتاسفوا عليه. ومرة أخرى أؤكد أن الوسيلة الوحيدة باش ما توقعش هاد المسائل هذه هو الناس ما يخاطروش براسهم. كنت غنجيب معايا الأفلام باش نوريهم لكم وتشوفوا الناس كيفاش كيخاطروا. هاد التاكسيات اللي تكلمت عليهم راه كانت السلطات المحلية، كان الدرك الملكي، كان حتى وزير في الحكومة. واخا داكشي التاكسيات دازو كونتخ تو الموند. ونقول لكم واحد القضية، الجنرال بن سليمان عيط لي جوست ملي كانوا مازال حاصلين، كانوا مازال ما قال لي هذاك الشوفور غادي نتابعو لان ما احترمش لي كونسيني ديال لاسمير. مالوغوزمون جات محاكمة أخرى الإلهية، وكنتمنى إن شاء الله الأيام المقبلة تكون جاية ونساهموا جميع في توعية المواطنين، هذا هو أهم شيء، لأن الاحتياط راه ما كاينش أكثر منه. وشكرا. شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتك في هذه الجلسة. وننتقل، تفضل السيد نائب، تفضل. إطار تسير، الله يجزيك السيد الرئيس. شكرا السيد الرئيس. الوقت ما رحمش وما نصفناش هذا المشكل الكبير، واعتقد تعاملنا بإطار تسير بالتوقيت. ولذلك أنا أنضم وأقترح أن لجنة تقص الحقائق لمعرفة وتحديد المسؤوليات لا بد أن تكون بالنسبة لهذا الأمر، وبغينا نشوفوها من غدا في الفعل، وسننضم إلى التوقيعات كمعارضة من أجل لجنة تقص الحقائق في الموضوع. شكرا. شكرا. ننتقل إلى قطاع الصحة، تفضل. يلا بتشيل جسا. سيد الرئيس، أولا نحن كمعارضة نمارس دورنا بلغتنا وبأساليبنا، لا نحتاج لأحد في أن يعني يصحح كلامنا، نحن لا نتزايد هنا، نقوم بدورنا، نمارس دورنا، فالاحترام واجب بين الحكومة والأغلبية. شكرا. ننتقل للعدالة والإنصاف في توزيع البنيات والمؤسسات الصحية على صعيد التراب الوطني للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضع السؤال بالصوت. تفضل السيد نائب. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الوزير، نريد أن نسألكم عن الإجراءات للتقليل من الفوارق بين الجهات والفئات الغنية والفقيرة فيما يتعلق بالمؤسسات الصحية والتجهيزات والموارد البشرية. شكرا. كلمة لكم السيد الوزير.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمون، اولا احنا متفقين ان هناك تفاوتات وفوارق عديدة فيما يخص الولوج للخدمات الصحية بين العالم الخارجي. عفوا السيد الوزير، استمعوا السيد الوزير، اذكروا بضرورة اثبات الحضور عن طريق البطاقة التي وزعت على الاخوة في الفرق. تفضل السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس. كي قلت فصحيح ان هناك فوارق وتفاوتات فيما يخص الولوج للخدمات الصحيه بين العالم القروي والمناطق النائيه والمناطق صعبه الولوج من جهه والعالم الحضري من جهه اخرى. فناخذ بعض الامثله، انه 87% من الصيدليات موجوده في العالم الحضري، 96% من عيادات الفحص الطبي كذلك، 50% من المؤسسات الاستشفائيه ومراكز التشخيص مركزة بين الدار البيضاء الرباط وسلا. بعد صدور القانون 34/09 الحكومة وافقت وخرجت للوجود مرسوم الخريطة الصحية لتوزيع عادل وأمثل للموارد البشرية للبنية التحتية وللتجهيزات البيوت الطبية. كان كذلك اللجنة البارحة مشكورة ديال البرلمان صادقات على مشروع القانون 131/13 اللي غيمكننا من توزيع عادل الامكانيات القطاع الخاص وخاصه من المصحات الخاصه، وكاين رؤيه جديده لانشاء وتشغيل مستشفيات متنقله، المستشفى اللي غيبدا بعد يومين في جماعات ودوار مدينه بوميه. شكرا. شكرا السيد الوزير. تعقيب السيد النائب المحترم، الله يجزيكم بخير. السيد الوزير كان يتكلم وكان هناك ازعاج يعني وكلام حتى لا اقول تشويشا، فالله يجزيكم بخير ان تعاونوا باش نسمعوا للساده الوزراء والساده النواب. تفضل احد النواب تعقيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على مولانا رسول الله. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير محترم، لا احد ينكر الفوارق والتفاوتات الحاصله في توزيع البنيه التحتيه والمؤسسات الصحيه بين العالم الحضري والقروي والمناطق المعزوله. وانا اعطيت احصائيات، انا نعطي احصاء اخر. 20% من الساكنه لا تزال تبعد بعشرات الكيلومتر عن اقرب مركز صحي. 30% من المصحات بالدار البيضاء، 66% من المصحات تتمركز في 5 جهات من المملكة فقط. نتمنى سيد الوزير إخراجكم للمرسوم المتعلق بالخريطة الصحية والعرض الجهوي للعلاجات الذي يهدف إلى تحقيق العدالة في العرض الصحي والولوج المنصف والمعمم للخدمات الصحية. بمناسبة مصادقتنا الأمس على مشروع قانون 131/13 ديال الاستثمار في القطاع الصحي، نطالبكم السيد الوزير بأن تخضعوا هذه المؤسسات الصحية إلى معايير الخريطة الصحية كما جاء بها الدستور الجديد والبعد الدستوري للخريطة الصحية، وأن تحرصوا يعني بصفتكم شخصيا كل الحرص على الاستثمار مثلا في بعض الأقاليم يعني الأقاليم الجنوبية كالسمارة والقلميم وجنوب المناطق الجنوبية الشرقية، كذلك بعض المناطق المعزولة والنائية كإقليم تادلة أزيلال ويعني تنغير والراشدية إلى آخرها، لكي نكون متلائمين مع البعد الدستوري للخريطة الصحية الذي جاء يتحدث عن الحق في الصحة بالتوفر يعني الكفاية. شكرا والحق في الصحة. هل هناك من تعقيب إضافي؟ سيد نائب، انتهى الوقت المخصص لكم. هل هناك من تعقيب إضافي من أحد فرق المعارضة؟ إذا تعقيب لصاحب السؤال، تفضل السيد نائب. جهة تادلة الزلال عانت ولا تزال تعاني من التهميش، لذا نلتمس منكم السيد الوزير المحترم التعجيل ببناء مركز استشفائي جامعي ببني ملال. ثانيا تأهيل المستشفيات الإقليمية لكل من الأزلال وبني ملال وفقي بصالح قسم التادلة للتخفيف على الضغط على المستشفى الجهوي لبني ملال. ثالثا تعجيل بإنهاء أشغال مركز تصفية الدم فقي بصالح، وذلك لاستيعاب لائحة الانتظار في تصفية الدم. وشكرا. الرد السيد الوزير على التعقيب والتعقيبات، تفضل السيد الوزير. فيما يخص المراكز الاستشفائيه الجامعيه، كتعرف السيد النائب المحترم انه بدينا بطنجه باكادير والرباط، وان شاء الله مقارب اول عيون، وان شاء الله مقارب غيكون بني ملال على شله، وحنا داخلينو في الخريطه الصحيه ديالنا. فيما يخص السيده النائبه المحترمه، ف
القانون ديال البارحه اللي صوتت عليه اللجنه البارحه مشكوره، وزدتوا فيه الاغلبيه انه زدتوا واحد النقطه مهمه جدا، انه باش الامور تبدا تبقى في يد الحكومه باش هي غادي تصرف هذا الشيء، باش ما يبقاش يعني فتح راس المال بطريقه عشوائيه، باش حنا غنركزوا على المصحات فين ما حنا بغيناهم. شكرا للجميع. شكرا السيد الوزير. اختلالات تدبير الموارد البشريه بقطاع الصحه للسيدات والساده النواب المحترمين من الفريق الشراكي. تفضل احد. تفضل السيد نايم. السيد الرئيس، السيدين الوزيرين، السيدات والساده النواب، السيد الوزير، قطاع الصحه قد يسجن مجهود ضم قران، ولكن ديني نقص الطاس قويدان التوزيع على الصعيد الوطني، ولكن قاني وذان على الصعيد الوطني بين التوزيع وتقنبو نيشان غير العادل، ولكن السكان من الناضوة قانش أقا شك ميس الناضوة ثلاث سنين زقوامي ذوث في الدين الوزارة من تقيد الناضوة من وقت تقيد الناضوة. وشكرا. جواب السيد الوزير. تفضل. تشكر السيد النائب باش هذه شنو نشم بس النظر ثني ذي ميت كذوا الجين ولا ديجن تندي تولي جن جهة ذي النظر إذا يس هذا يس نبنا ثلاثة سبيطار ضد مقرن ذي الدريوش ذي مدار ذي زيو زائد جهزة كذا ذي النظر. فمثلا شو شغل جن ذي النظر عام 2014 نسكت 49 جاي ضبيبر جا فيرمير 49 غير ذي النظر عام كاين ذي نجم مجهود وليني وازما وخرج وزير الصحة زين النظر قال لنا ثلاثة المستشفيات وليني وازما حيت زين النظر واش تتوغ الجهات المغربية نشد الوزير المغربي إن شاء الله أنه خصنا نقيا فوس كفوس إن شاء الله غير خير الجميع. تعقيب السيد نائب. تفضل. سيد الوزير، سيد الوزير تشكا خشا الطاس ولكن أقا النظر الهجرة الإفريقية تكمل 53 دولة زيد خاص الدول اللي دا الإرهاب ولكن ذا المرض إيبولا إبار شانن أقا خصها النظرة غادا الأسبقية ذي كلشي لأن كلشي تكبديني خصنا تقل الهجرة غا الخارج خصها تقديج المجهود لأن شكل الوزيان كلشي ولكن ماني تبدا الهجرة تحني وذان الحكومة تشس الأسبقية يوم شانية. السيد الرئيس وني استور نتاجنا وقت الخوا قواديها توير الله يجازيك بخير. هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد نائب محترم. عفوا عفوا احد فرق الاغلبيه. تفضل. السيد الوزير، اقليم خريب كاع عاصمه الوصفات فيه مشكل كبير، وجزء من هاد المشاكل السبب ديالو هو تدبير الموارد البشريه في الصحه. كاين طبيب اطباء معينين ما التحقوش منذ شهور ما نقول سنوات، ثم كاين اطباء اللي مريحين في القرى كيخدم يوم في الاسبوع، وكاين اطباء اللي في المدن عندهم مشكل. كلمه احد السيده النائبه. تفضلي. السيد الرئيس، انا كنطالب بحقي باش نفهم شنو تيتقال داخل هذه القبه البرلمان. شكرا. اطرت. هل هناك من تعقيب اضافي؟ الكلمة السيد الوزير. تفضل السيد الوزير. لا سي باش نخش ني غاش الشغل هذني غازي نتكلف اكيد وليني غاش واش كي كتفق الشاخ من الصوارد خبارجان يني قو غاسن بولا علاقه كي بولا ولا ماشي بولا ما خصش عاود ان كيسي السانيتا اضح حنا قيمنا تمشو بوش ندير قضايا كي بولا ديني وهذا سنو هذه جني بولا. اما المستشفيات قلنا فيما يخص اقريم خريب كاع انا متفق معاك وكنت وكل باش لينا خريم خريب كنطرح في هذا المجلس الموقر وصفتنا واحد اللجنه. اليوم كان عندي اجتماع مع المفتش عطاني التقرير الاول وغناخذ التدابير اللازمه لان مشكل تخريبها ماشي مشكل الموارد البشريه. صفتنا الموارد البشريه اللازمه وقلت لسيدنا المحترم يا للاسف شي ما التحقش وكاين فوضى وكاين سوء التدبير كاين مشكل ديال الحكمه وغناخذوا جميع التدابير اللازمه باش نحسنوا هذا الامر. السيد الوزير، سؤال التوظيفات الجديده بوزاره الصحه للسيدات والساده النواب المحترمين الفريق الاستقلالي الوحده والتعاونيه. تفضل احد الساده النواب. تفضل.
سيد الوزير نسائلكم على الحصص في توظيف الأطر الصحية لسد الخصائص الموهول في هذا القطاع ما استثناء بعض الأقاليم، وأذكر على سبيل المثال إقليم الصويرة. شكرا. جواب السيد الوزير. عمر قرناه دائما تنقولوها، لأن المشكل اللي تعيش القطاع أول وقبل كل شيء هو مشكل الموارد البشرية. ما يمكنناش نطوره ولا نعزه ولا نقدمه الخدمات بجودة إلا بالموارد البشرية. هذا على الصعيد الوطني تنحاول ندركه تدريجيا ومشينا بعيد. فيما يخص من أخذتي مثلا الصويرة، في 2012 زادوا لي 6 ديال الأطباء و 16 ممرضة، 2013 10 الأطباء و 22 ممرضة، هذه السنة هذه 2014 قليب الصويرة تم تزويده 13 طبيب و 22 ممرضة. وأنا شخصيا اتصلت هذا الصباح بالمندوب أكد لي بالله هذا 13 طبيب و 22 ممرضة كلهم التحقوا. هذا مجهود أنا تنظن غير كافي صحيح، ولكن كاين مشاكل مع أنه الخصاص في خص أمراض العقلية والنفسية كاين يعني جناح ديال الرجال مشغل وجناح النساء. أنا وعدت السيد المندوب أنه غنشغلو باش نعطيه الموارد البشرية وغنمشيو إن شاء الله فيما يخص المستعجلات، يعني أواخر هذه السنة غادي تخدم. فيما يخص كذلك السكانير أنا كنت زرتكم وفيه جوج دو باغيت واتفقت معكم، وكلام غادي يبقى أنه خصنا سكانير جديد المستشفى. انا كنظم التجهيزات اليوتيوب. شكرا السيد الوزير. تعقيب السيد النائب تفضل. السيد الوزير، السيد المندوب ذكر لك على اللي التحقوا، ما ذكرشك اللي غادروا. السيد الوزير، الحاجه اللي كتخرج عندنا كنسائلكم هذا السؤال هذا، فاش كنشوفوا دائره منار اللي فيها 27 جامعه فيها الطبيب واحد، بلديه قياده ديال القرمود اللي فيها اكثر من 40 الف نسمه ولو طبيب، قيادة ديال السميمو ولو طبيب، قيادة أي داود ولو طبيب، راه الحاجة اللي كتخلنا السيد الوزير نسألكم هذا السؤال هذا. وكاع الناس وثاني هذوك الناس اللي كيجوا من الأقاليم وكيمشوا للمستشفى الإقليمي، كاين واحد الطبقة تما ديال الأطر تما خصك تعاود تعجنها وتصيفطها في شي بلاصة أخرى، ما صالحاش، لأن الناس اللي كيستقبلوهم باستقبال لا إنساني، استقبال لا أخلاقي. وراك تشوفوا في اليوتيوب في الصويرة بالضبط شحال ديال الناس، شحال ديال العيالات اللي كيجوا من البادية وكيولدوا في الكولوار، وعيب علينا حنا في هذه الألفية الثالثة وكنشوفوا هذه الحالة. زيد السيد الوزير، حنا ما غاديش نقول لك حنا على السكانير لأنه ديما كيخسروا ولا ديما كيديروا ولا ديما. شكرا السيد النائب. شكرا. هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد النائب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، انا بغيت نسولك سيد الوزير، المستشفى اللي كنا قررتوه باش ديروا في بلديه منار فين وصل؟ من 2012 السيد الوزير وحنا تبعناك ودرنا اجتماع في اقليم مع السيد العمل ووعدتنا باش يكون شغال قبل راس السنه. دابا راه حنا في راس السنه، بغينا غير نسولك فين وصل بلا ما ندخل في المسائل الاخرى. وشكرا. هل هناك من تعقيب اضافي اخر؟ الكلمه للسيد الوزير تفضل فيما تبقى من الوقت. فيما يخص انا غندوي غير على المستشفى ديال تمارا، كنت زرته وكنت حاضر السيد المحترم، وحنا غاديين في المستشفى كان عندنا مشاكل بين يعني لاركيتكت والبيرو تيتيد، وانت كتعرف تجمعت معهم انا شخصيا ثلاثه المرات وزرتهم المره الرابعه وتتمناوا لنا غير الامور. شكرا السيد الوزير. جميع المجهودات العقيل التي تحول دون اتمام بناء المستشفيات في بلادنا، مستشفى ميدل توريش نموذجا للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق الحركه. تفضل احد الساده النواب. تفضل. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، شرع في بناء واحد جوج مستشفيات صغار في الريش وفي ميدلت منذ سنه 2009 و2010، مازال الاشغال متعطره، ما عرفناش اش متى غتكمل يعني هذه الاشغال، واش كتبنيو شي مستشفيات جامعيه في ذوك المناطق. لا يعقل يعني مستشفيات ما كيوصلش العدد ديال الاسره ديال 120 سرير جوج، وغادي نستمروا يعني هذه المده هذه ديال 5 سنين وكاين شي خلل. ما نبغيو نداركوا السيد الوزير. الجواب للسيد الوزير تفضل. كاين خلل ما غاديش، لو كان ما كاينش خلل ما غاديش يوصلوا من 2010 وما تيتبناو. الخلل الاول هو كتعرفوا السيد ناب كنت دويت معك في هذا الموضوع، انه طلب العروض دار قبل 2010 وميدل ترجعات اقليم في 2010، ومن ذاك الجهه رجعنا المشاكل المشاريع التدبير ديالها ما بقاش في الريش وما بقاش في ميدل، شي في خنيفره شي في الرشيديه. هذا الخلل الثاني. دابا حنا غادي نساو الاختلالات،
خصنا نجيزو القدام. وانت كتعرف السيد نائب كونتيديوتي مع هذا الموضوع، وانا زرت شخصيا المنطقه للمره الثانيه وشتو وتنوعدك ان فيما يخص مستشفى ميدلت في غضون 4 أشهر غادي يخرج الوجود، لان التجهيزات ديالو موجوده. قالت لي ديغني غوتوش. فيما يخص الريش انا تنوعدك كذلك انه 3 شهور ولا 4 شهور الاولى من سنه 2015 ان شاء الله غنشغلوه. شكرا. تعقيب السيد النائب تفضل. السيد الوزير على هذه التأمينات وهذا الاجال اللي يعني صرحت بها، وبدون شك ان شاء الله ستحترم هذه المره. انا تنعرف بطبيعه الحال بانه التدبير ديال هذه المستشفيات، رغم ان هذا الاقليم الفتي يعني خلق سنه 2008 وكنتم من الوزارات الاولى اللي عينت مندوب يعني على المستوى ديال هذا الاقليم ديال ميدلت، ولكن مع كامل الاسف كنا كنتمناو ديك الوقت يعني الناس ديال الرشيديه فيما يخص المستشفى ديال الريش والناس ديال خنيفره فيما يخص المستشفى ديال ميدلت انهم يحولوا ليه يعني هذوك الاعتمادات هو يشرف على الانجاز، لانه المندوب ديال الرشيديه لا يشكل يعني مستشفى الريش اسبقيه بالنسبه ليه، والمندوب ديال خنيفره لا يشكل مستشفى ديال ميدلت يعني اسبقيه بالنسبه ليه. نتمنوا ان شاء الله نداركوا هذه الامور، ونتمنوا ان شاء الله باش تعينوا بطبيعه الحال الاطباء اللازمين وتعملوا على تخفيف المعاناه ديال السكان ديال المنطقه فيما يخص القطاع ديال الصحه العموميه. على كل حال جوابكم مطمئن وحنا يعني مرتاحين ليه، وكنتمنوا لكم ان شاء الله التوفيق. شكرا. هل هناك من تعقيب اضافي؟ كلمه السيد الوزير فيما تبقى من الوقت. على ما قلته، فانت كتعرف بلي المستشفى المتنقل اللي كنت وعدت به السيدات والسادة المحترمين انه غيبدا من دابا يومين في بوميه في اقليم ميدلتنيت، انه مستشفى كبير فيه السكانير فيه ليغام فيه ليكوغراف فيه لونجيوغراف فيه اي فيه 3 قاعات العمليات فيه جميع التخصصات، يعني جميع مستشفى بمعنى الكلمه بالاطر الطبي ديالو والشبه الطبيه، انه غنبنيو تدريجيا باش هذه المناطق البعيده والوعرات الولوج انه باش يجيو عندنا المستشفى، خص المستشفى هو اللي غيخرج يمشي لهذه المنطقه. شكرا السيد النائب. سؤال التاخر الحاصل في احداث بعض المشاريع الصحيه، احداث المستشفى المحلي بمركز ولاد مراح اقليم سطات نموذجا للسيدات والساده النواب المحترمين الفريق الحركي. تفضل السيد النائب. شكرا سيد رئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب. سيد الوزير، لا يوجد الأحد في أهمية المجهودات التي تبذلها وزارتكم على مستوى تقريب الخدمات الصحية للمواطنين. نود إلفات نظركم إلى الخصاص الذي يعاني منه مركز ولاد مراح بدائرة بن أحمد، الذي يفتقر إلى أبسط الخدمات الصحية الأساسية رغم الكثافة السكانية التي يشهدها هذا المركز. كذلك هناك معاناة حقيقية للساكنة لطلب العلاج. لذا نسألكم سيد الوزير، هل هناك برنامج مسطر من قبل الوزارة لإقامة مستشفى محلي بمركز ولاد مراح؟ وشكرا. كلمة السيد الوزير. شكرا النائب المحترم. أولا ولاد مراح هي لا يومنا هذا فيه مركز صحي مع دار الولادة، هو فيه المداومه يا للاسف فيما يخص يعني المولدات فقط والممرضات، لان توفر على طبيبه واحده. المنطقه ديال ولاد مراح هي بعيده على المستشفى المحلي ديال بن حمد ب 24 كيلومتر، وعلى المستشفى الجهوي ديال سطات ب 40 كيلومتر. فانا ما عندي مانع، غير تنقول غنبداو تدريجيا. اللي خصك تعرفوا، انت عارف هذا الشيء، انه كاين اتفاقيه شراكه بين التنمية البشرية ومجلس الجهة ووزارة الصحة، اللي فيها 2 مليون إعادة بناء المركز الصحي دار الولادة بعد هذاك الشيء اللي كاين تما، لأنه هو اون بريفابريكين قادوه نصاوبوه باش نبقاو خدامين. والمرحلة الثانية أنا كان عندي اجتماع أنه غادي تجي، ما سمعتكش. عفوا 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 السيد النائب، واصل السيد الوزير. فيما يخص المرحلة الثانية، أنا تنقترح عليك السيد النائب أنه غنصيفط الأسبوع المقبل واحد اللجنة وغندرس هذا المقترح ديالكم. أنا ما عندي حتى شي مانع إلا كان لابد، بالعكس حنايا راه كلهم مواطنين وكلهم تيستاهلوا كل خير. شكرا. تعقيب السيد النائب تفضل. شكرا السيد الوزير على جوابكم الواضح. غير هناك الإشكالية الحقيقية السيد الوزير، أن هناك مركز صحي بولاد مرح تتوافد عليه أكثر من ساكنة 6 جماعات، هي جماعة سيدي حجاج، جماعة منيع، سقامنا، ولاد فارس، مريزيك، بالإضافة إلى جماعة ولاد مراح.
المشكل الثاني هو أن هذا المركز كيعاني من قلة سيارات الإسعاف. تصوروا سيد الوزير أن المريض كيكون في حالة خطيرة كيفاش يتنقل من الدوار ديالو للمركز ولاد المرح، خصو تقريبا 21 كيلومتر، ومن المركز ولاد المرح باش يتنقل للمستشفى الإقليمي لسطات خصو أكثر من 40 كيلومتر. هذا مشكل حقيقي سيد الوزير، أن نظرا أننا كنقولوا بأن هذه منطقة سيدي حجاج ولاد المرح في حاجة ماسة إلى مستشفى محلي متعدد الاختصاصات. وكذلك سيد الوزير نحن مستعدون في إطار الشراكة مع باقي جماعة المنطقة لإحداث هذا المستشفى، وذلك خدمة للساكنة ساكنة المنطقة التي عانت وما زالت تعاني من ضعف التجهيزات الصحية. وشكرا. هل هناك من تعقيب إضافي؟ كلمة السيد الوزير. شكرا. الوضعية الصحية ببعض الأقاليم الجنوبية الشرقية للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضل السيد نائب. وحرية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد الوزير، السيد الوزير يعرف قطاع الصحة ببعض الأقاليم الجنوبية الشرقية ومنها إقليم زاغورة وإقليم تنغير يعرف مشاكل حادة، وكذلك إقليم فيكيك. السيد الوزير، الساكنة في الإقليم ديال تنغير خرجوا كيطلبوا من الحكومة باش توفر لهم العلاج الملائم. السيد الوزير، هذه 3 سنوات تقريبا كنطرحوا عليكم هذا السؤال ولكن باقي ما لقينا شي جواب، باقي ما بغيتوا ديروا شي حاجه لهذه المنطقه. السيد الوزير، هذا ما يجعلنا السيد الوزير نسائلكم، واش عندكم فعلا شي قدره باش تحلوا هذا المشكل ولا ما عندكم؟ قولوا علينا. والسلام. جواب السيد الوزير. شكرا السيد نائب المحترم. انا تنظن بكل تواضع عندنا قدره، وهذا المستشفى ديال تنغير خاصة ديال قلعة مكونة اللي تتعرف اللي تطرح مشكل، أنه تنتبعو أنا شخصيا أول من تعرف هذا الشيء، وتنوعدك أنه ابتداء من سنة 2015 غيبدا التشغيل ديالو. تجهيزات اقتنيناها حنا في الطور الأخيرة باش نشغلوا هذا المستشفى، لأن الناس تيتسناو، وهذا المستشفى الجديد. أما المستشفى الإقليمي اللي كاين دابا في تنغير، وكنا خذينا واحد الوعي على الاقل وشاركتوا فيه انتم اللي عطيتونا الله يجازيكم بخير، انه غيوقع الترميم ديال البناء ديالو من جديد، لان تتعرف ذاك المستشفى جا في واحد البلاصه ضيقه بزاف باش كل واحد يبقى على خاطره، وان شاء الله يكون خير. تعقيب السيد النائب. شكرا السيد الوزير المحترم على جوابكم. وبالمناسبه كذلك السيد الوزير، نرجع لك لاقليم تزاكورا، عندنا واحد المستشفى في البلديه ديال اكدز، مستشفى قروي صغير من ايامات الاستعمار. البلديه ديال اكدز السيد الوزير كتواجد بها حوالي 20,000 نسمه، وبها 5 جماعات قرويه محيطه لها، تقريبا كل جماعه قرويه كتواجد فيها 20,000 نسمه. السيد الوزير، قدمنا لكم طلبات. هل هناك من تعقيب اضافي؟ تفضل سيدنا. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، كنظن بان قضيه كريم الحديدي غتكون واصلك، واحد القضيه اللي كسرت الراي العام، والحاله ديالو هي هذه اللي الام ديالو خدامه كتقطع والراي العام كيتقطع، وكل الساكنه ديال تيساتا والناس خدامه كيتقطعوا فقط لان هذا المرض الغريب ما استجبتوش ليه. اولا ما استجبوش انه يراعي ويدخلوه للمستشفى المركب الجامعي فاس، وثاني حاجه ما عطاوش سبب المرض ديالو. كانت اول ظاهره في المغرب ان مستشفى وزاره الصحه كترفع دعوى المريض في هذه الحاله هذه، انه الا ما غادرش المستشفى غنديوه للحبس. اذا انا كيجيب لي بلادي اكبر اهانه كيتلقى المواطن المغربي في هذه الحكومه هذه، لان عيب وعار السيد الوزير اننا ناشدنا جميع الحقوقيين، وان الام ديالو في هذه اللحظه هذه راه في الدوار بهذه الحاله هذه. انا ما بغيتش نفهم شنو، ملي قالت الام ديالو فاش ما بغاوش يستقبلوه، قالت له السيد الوزير، قالت له دير الدار يموت، ما بقاش حل. يعني وصلت لمرحله الياس، والمواطن ملي كيوصل الياس هي اخطر مرحله يمكن يوصل لها. علاش؟ لان الام ديالها كيتقطع، يعني اللحم ديالو كتفرتت، الدار ديالو كامله. وخصني نوريها لك لسبب واحد، لان ما عطاوش جواب، الجواب ديالاش ما عارفينش علاش. هذا الحل هذا كان خصو يعطالو اكثر من ايبولا، لان هذا كاين ايبولا مازال ما دخل المغرب. اما هذا المرض هذا اللي ما عارفينش الوزاره كامله، والخطير في الامر ان مشكورين باش ما نقولوش. شكرا. هل هناك من تعقيب اضافي؟ الكلمه للسيد الوزير. تفضل السيد الوزير. تفضل. نائب، قلتي مشكورين وقلتي لي راه قلنا ليه ما خرجتيش غنديوك للحبس. لا،
انا تنظن لا، غير سمح لي لا، انا نقول لك بعد انا ما نقبلش هذه القضيه الا قالها شي واحد يتحمل المسؤوليه ديالو. انا ما قلتش ما تقالش، هذا لا يعقل. ومن هذا المره تنقولها كلها تحمل المسؤوليه. واش يعقل انه مريض مغربي ديالنا غيجي المستشفى نقولوا ليه دخل ولا خرج ولا غندوك الحبس؟ الا قالها ما قلتش ما تقالش، انا غير تنقول لك اللي قالها يتحمل المسؤوليه وغناخذ الاجراءات. فيما يخص هذا، انا كنت دخلت كنت شفتو في الانترنت وعيطت اسمه وانت بخبارك كناخذوه في المستشفى. انا ما تبعتش بكل صراحه الامور من بعد، واني منين جبتيه اليوم في هذا المنبر اعيدك انه غنخرج غنتكلف شخصيا بهذه الحالات. شكرا. عن ظاهرة العنف بالمؤسسات التعليمية للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية. تفضلي السيدة النائبة. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، ما هي الإجراءات المتخذة لمواجهة العنف ضد التلاميذ بالمؤسسات التعليمية؟ كلمة السيد الوزير. السادة النواب المحترمون، إذن العنف من طبيعة الحال لا يمكن أن نقبل العنف داخل المدرسة أو في محيط المدرسة، سواء كان بالنسبة للتلاميذ أو بالنسبة للأساتذة. والوزارة تقوم بمجهودات كبيرة في مواجهة العنف وكل سلوكات العنف داخل الفضاءات التعليمية، والحكومة كذلك بكل مكوناتها من وزارة الداخلية وزارة العدل تواجه هذا الأمر يعني بكل حزم وصرامة. وفي هذا الإطار وجهنا مذكرة لجميع مصالح وزارة التربية الوطنية في هذا الاتجاه، وشكرا. تعقيب السيد نائب أو السيدة النائبة. شكرا السيد الوزير. احنا تعمدنا اننا نطرحوا هذا السؤال لان كاينه واحد الانواع جديده من العنف اللي كتزكيها هذه الحكومه. النوع الاول هو الارهاب والترهيب الممارس ضد التلاميذ، بعض المرات لافكارهم وبعض المرات لارائهم وبعض المرات حتى للباسهم. العنف الثاني هو المتمثل في عدم احترام القرارات الاداريه القرارات القضائية، وغنذكركم بالعنف الممارس ضد التوأم سلمى وسمية اللي راهما كيعيشوا في واحد الوضعية مأساوية. العنف الثالث، عوض ما نتعاملوا مع التلاميذ على أنهم وليداتنا كيحتاجوا للحماية كنتعاملوا معهم كمجرمين. هي حالة في مدينة سلا، أستاذ معلم كيدعي التلميذ على أنه ارتكب جنحة بإهانة موظف أثناء مزاولة مهامه، وكنعتقد بأن هذه أشياء خطيرة جدا كتلزم واحد السياسة اللي غادي تربي النشء ماشي غادي تملوا المسائل العقابية. شكرا. شكرا السيدة النائبة. هل هناك من تعقيب إضافي؟ كلمة السيد الوزير. كما جاء على لسانكم السيدة النائبة المحترمة، لا يمكن أن نقبل العنف سواء حكومة أو برلمان لكل تلميذ أو تلميذة أو للأطر التربوية أو الإدارية. بطبيعة الحال كل ما يتعلق بالأطر التربوية والإدارية كان النظام الأساسي والفصل 19 ديالو اللي كيحميهم، ويعني بشكل صريح. بالنسبة للتلميذات والتلاميذ كنقوموا بمجهودات في هذا الاتجاه، ولدينا كذلك برنامج عمل اللي كيهم كل جوانب الحياة المدرسية، التوعية، التحسيس، إحداث مرصد للعنف على مستوى داعيات قرار تخفيض اسعار الادويه للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق التجمع الوطني الاحرار. احد الساده النواب من فريق التجمع الوطني الاحرار تفضل. شكرا. تفضل السيد. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، سؤالنا يتمحور حول التقييم الاولي لقرار تخفيض أثمنة الأدوية. شكرا سيد الوزير. كلمة السيد الوزير. التقييم الأولي لأن حنا غنبغى نديرو تقييم حتى العام تيسالي عام، ولكن التقييم الأولي جد إيجابي، جد إيجابي فيما يخص الصيادلة، صيادلة الصيدليات، جد إيجابي فيما يخص الموزعين، ولكن كاين مشكل مع المصنعين صحيح، لان هذا كنا عارفينه قبل، لان كان عندهم واحد الهامش ديال الربح اكبر من الناس الاخرين. شكرا. تعقيب السيد النائب تفضل. وزير على الجواب، ونحن نؤكد على تثميننا للقرار ديال تخفيض ثمنة الادويه، لانه
بكل صراحة هو قرار جري ويترجم إرادة الحكومة لإصلاح منظومة الأدوية، لكن لابد أن نسجل جوج الملاحظات أساسية في إطار هذا التقييم الأولي بعد تقريبا 6 أشهر من دخوله حيز التنفيذ. أول ملاحظة الأولى أن المفعول ديالو المباشر على المواطنين وهم تيشريو الدواء من الصيدليات تبقى يعني تأثير محدود جدا، وانتم ما تتعرفوا السبب هو أن هذا القرار واخا كاين تقريبا 1500 دواء اللي شملها هذا القرار فهي تتعلق بعض الأمراض المحدودة اللي هي كلها تقريبا مزمنة وغيرها، في حين أن المواطنون تيمشيو ويشريوا الأدوية بكيفية واسعة على واحد العدد ديال الأنواع اللي ما شملهاش قرار التخفيض، وبالتالي تبقى الثمن مرتفع بالمقارنة مع ما يجري في عدد من الدول. الملاحظة الثانية هو أن تتعلق باسترجاع سوائر ديال الأدوية اللي تتحتسب على الأثمان ديال الجينيريك على الأدوية الجنيسة. لذلك سيد الوزير بغيناكم تواصلوا المجهود من أجل إصلاح منظومة ديال الأدوية حتى نصل إلى عدالة من أجل الولوج إلى العلاج في إطار احترام التوازن ما بين مصالح المهنيين والقوة الشرائية للمواطنين، خاصة وأن رماد ما تتغطيش اليوم مصاريف الأدوية. شكرا سيد الوزير. شكرا. هل هناك من تعقيب إضافي؟ كلمة السيد الوزير فيما تبقى من الوقت. شكرا. من أين تقول لي السيد النائب أن التأثير محدود بالنسبة للمواطنين؟ أنا قلتها قبل نهار خفضنا الثمن لأن قلنا الأدوية غالية، يعني راه واخا أنا تنعطيك مثلا ناخذوا الكونسير واش الدواء تيدير 20,000 درهم 30,000 50,000 درهم واخا تحيد منه 80% تيبقى بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطن صعيب. شنو هما الحلول؟ جوج أو ثلاثة. أولا حنا غاديين في هذا الاتجاه سياسة دوائية وتخفيض ثمن الأدوية. ثانيا غيجي عما قريب لهذا المجلس الموقر مرسوم تخفيض ثمن المستلزمات الطبية اللي غالية. ثالثا الحل الجذري ديال هذه المعضلة هذه هي حنا غاديين في اتجاه يعني التغطية الصحية الشاملة لا كوفيرتور سانيتير يونيفرسيل، وحنا عما قريب إن شاء الله خدامين مع الطلبة فيما يخص تغطية الطلبة وفيما يخص المستقلين باش غتكون منظومة كاملة إن شاء الله على الصعيد الوطني. شكرا سيدنا المحترم. شكرا. مآل مستحقات العمال المناولين للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة، تفضل سيدنا. سيد الوزير، بمحيطات إقليمي تازة تم غرس حوالي 1300 هكتار من أشجار الزيتون في إطار شراكة بين شركة فيدونغو ووكالة الشراكة من أجل التنمية التي تم حلها. ذلك أن الشركة المذكورة عبأت يد عاملة محلية من أجل إنجاز هذا الهدف التنموي مقابل أداء مستحقات متفق عليها، لكن للأسف الشديد غادرت الشركة الإسبانية المعنية التراب الوطني بعد فسخها للعقد الذي وقعته مع الوزارة الوصية دون تسوية وضعية عمال مناولين. والحالة هذه نسائلكم السيد الوزير عن التدابير المتخذة لأداء مستحقات ضحايا الشركة المعنية وشكرا. كلمة السيد الوزير، تفضل السيد الوزير. شكرا السيد النائب المحترم. طرح حقيقة السؤال هو قلنا لك بكل صراحة يطرح مشكل حقيقي، وأنا كذلك على علم لأن أنتمي إلى نفس المنطقة التي تنتمي إليها. ماذا وقع بالضبط؟ وقع أن شركة إسبانية اللي شرت لها هي فيتينوفو ماروك المغرب اللي دارت عقدة مع الوزارة الفلاحة باش تغرس واحد العدد 800 عدد الهكتارات من شجرة الزيتون، وذاك الوكالة دارت ذاك الشركة دارت لاسوتريتونس مع شركات مغربية، وحصل أن ذات يوم لك الشركة الإسبانية كما كيقولوا بالدارجة باتت ما سبحت. دانا العمال حقيقة احتجوا جاءوا أمام المندوبية ديال التشغيل في عين المكان ودرسوا الملف، والآن يعني كاين حل واحد وتناقشت يعني مع السلطات المحلية على المستوى المحلي. الآن الملف ديال العمال أمام القضاء وغادي نتابعوا ونعطيو الأهمية يعني نعتنيوا به باش يمكننا لعل وعسى نلقاو الحل الملائم باش العمال ما يضروش اللي مشى لهم حقيقة مشات لهم الحقوق ديالهم. هذا يعني إشكالية حقيقية بكل صراحة، وكان
وربما قد تحدث في كثير من الأحيان مثل هذه الأمور، لأن ما ضبطناش الضمان، ما خديناش الضمانات اللازمة من طرف الشركة الإسبانية. شكرا السيد، يعني السيد الوزير. تعقيب السيد نائب تفضل. شكرا السيد الوزير، السادة الوزراء على الإجابة ديالكم. السيد الوزير ما عندي ما نسالك، عارف المشكل بطبيعة الحال في جزئيته، ولكن المشكل اللي تطرح، هذه شركة أجنبية تعاقدت مع الحكومة المغربية مع قطاع حكومي مغربي، بطبيعة الحال كان خاصو يستوفي الشروط ديال التعاقد. إذن هذا التعاقد كان غير مستوفي الشروط، لأنه ضمان حقوق المواطنين. الحكومة التي تتحمله هي اللي سنات مع هذه الشركة الأجنبية، المغاربة اللي كاين في تازة والفلاحة اللي كاين في تازة، العمال والمقاولين اللي تعاقدوا مع هذه الشركة بطبيعة الحال في هذه المنطقة هذه، وقاموا بمشروع تنموي اللي تيدخل في إطار واحد التمويل خارجي خصوصي اللي هو ديال الألفية الثالثة اللي تتمول الولايات المتحدة، ومع ذلك نستخفوا بمشروع وبميزانية من هذا النوع. شكرا السيد نائب، انتهى الوقت. والحقوق ديال تعقيب إضافي، هل هناك من تعقيب إضافي؟ كلمة السيد الوزير تفضل. تفضل تنشوف ما بقاش الوقت يمكننا نشوف، باقي عندك الوقت تفضل، انتهى الوقت. شكرا. تعميم المنح الدراسية للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلال الوحدة والتعادل. تفضل أحد السادة النواب، سؤال حول تعميم منح الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادل. شكرا السيد الرئيس، السادة الوزراء. في إطار محاربة الهدر المدرسي، ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارتكم لتعميم المنح الدراسية على تلاميذ التعليم الثانوي والإعدادي بخصوصا من العالم القروي؟ كلمة السيد الوزير تفضل. شكرا السيد نائب المحترم. فعلا المنح كتدخل في الدعم الاجتماعي، الدعم الاجتماعي هو اللي كيمكننا من ترجمة تكافؤ الفرص بين فئات المجتمع، ما بين العالم القروي والعالم الحضري، وكذلك حتى على المستوى الجغرافي لتجاوز كل إكراهات يعني الجغرافية والاقتصادية والسوسيو اقتصادية التي يعني تشجع على الهدر المدرسي. إذن في هذا الباب لدينا عدة يعني آليات، كاين من طبيعة الحال المنح الداخليات اللي كتمثل في الداخليات اللي كيستافد منها حاليا 147 ألف تلميذ وتلميذة، كاين كذلك الإطعام المدرسي اللي كيستافدوا منه 1,460,000 ألف تلميذ وتلميذة بواحد القيمة ديال 900 مليون درهم سنويا. وشكرا. تعقيب السيد نائب. تفضل السيد نائب تفضل. السيد الوزير، نحن نأسف أن نقول لكم بأنه ليست هناك تكافؤ للفرص، ليس هناك تكافؤ للفرص. فهذه المنح على هزالتها يعني 14 درهم للتلميذ فهي غير معممة. كنلقاو في واحد المنطقة ولا في واحد الدوار يعني تلاميذ من نفس المستوى، تلاميذ فقراء جدا، واحد كيستافد واحد ما كيستافدش، ثانوية في نفس الثانوية ثلث هو اللي كيستافد، وهناك صناديق سيد الوزير فيها فلوس. بغينا نديروا الدعم الاجتماعي، بغينا نعطيو الدعم الاجتماعي، نعطيو لهاد الولاد الشعب اللي يقراو، نعطيوهم المنح. كاين دابا السيد الوزير داخليه يرتلى، جمعيات الخيريه ما بقاش قاده، الناس كينعسوا على الحصاير في بعض المناطق، في تارودانت في مناطق اخرى السيد الوزير. اذا ما كاينش تكافؤ الفرص. وشكرا. هل هناك من تعقيب اضافي؟ كلمة السيد الوزير فيما تبقى من الوقت. كتقوم بمجهودات كبيرة في هذا الباب من طبيعة الحال لإعطاء الفرصة للعالم القروي وأبناء وبنات العالم القروي. كيف ما قلت 900 مليون درهم هذا السنة، الدعم الاجتماعي هذا السنة 2.1 مليار درهم. إذن كاين مجهودات كبيرة، تم فتح 95 داخلية هذا السنة. من طبيعة الحال كناخذ الاقتراح ديالكم السيد النائب المحترم على الشراكه، وحنايا ما كاين حتى شي مشكل باش تعميمي وثائق تعمير وحذف لجال الاستثناءات الاقليميه للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق العداله والتنميه. يتفضل احد الساده النواب بطرح السؤال. تفضلي السيده النائبه. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. نسائلكم سيد الوزير عن استراتيجية الحكومة للحد من ظاهرة الاستثناءات في قواعد التعمير، وما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لتصحيح أوضاع التعمير بالمدن وتعميم وثائق التعمير، وشكرا. كلمة السيد الوزير. شكرا سيد الرئيس، شكرا السيدة النائبة المحترمة. السيدة إقرار العدالة المجالية في توزيع عروض تشغيل على الصعيد الوطني للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد السادة النواب بطرح السؤال. فريق العدالة والتنمية. سؤال فريق العدالة والتنمية. سؤال حول إقرار العدالة المجالية في توزيع عروض تشغيل على الصعيد الوطني للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية. انتقل إذن إلى السؤال الموالي المتعلق. سؤال حول إقرار العدالة المجالية في توزيع عروض تشغيل على الصعيد الوطني. هل هناك طرح سؤال سيد نائب؟ شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، يتم توزيع عروض تشغيل وطنية وأجنبية من طرف وكالة إنعاش التشغيل من طرف وزارتكم بكيفية غير عادلة وغير متكافئة. ماذا تنوون سيد الوزير القيام به للحيلول دون ذلك، وشكرا. كلمة السيد الوزير، تفضل. شكرا السيد الرئيس المحترم، السيد النائب المحترم. طبعا لا شك أن سؤالكم وجيه، وإن كان الخلاصات متسرعة. تقولون بصفة أنا أقول لك أن توزيع فرص العمل يتم حسب العروض المقدمة وحسب الحاجيات وحسب الكفاءات المتواجدة، ذلك أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات الآن وصلنا اليوم اللحظة 79 وكالة عبر التراب الوطني، ما فيها المنطقة اللي كتنتمي لها وتكلمت عليها، ربما غادي نعطيك معطيات مدققة ومرقمة حول المنطقة التي تتحدث عنها. شكرا. تعقيب لأحد السادة النواب، تفضل سيد نائب. الوزير المحترم، أعتقد من خلال تأملنا واستحضارنا التقرير ديال الموارد البشرية وتأملنا في النسب الموزعة حسب الجهات، كنلاحظوا أن بعض الجهات إلا كانت مثل الدار الرباط سلا عندها 19%، الدار البيضاء عندها 9%، ففي المقابل كاين واحد المجموعة من الجهات يلاه كاين اللي عندها 0.60% والذهب قلميم يلا عندها 1، أزيلال يلا عندها 3 وما إلى غير ذلك. بمعنى تأمل بسيط كيجعلنا نقروا بأن بالفعل هناك مشكل ديال توزيع ديال بشكل عادل هذا عروض ديال التشغيل. في هذا السياق أعتقد سيد الوزير الذي ينبغي العمل عليه في هذا السياق، أولا كاين الأولى وكاين هناك جهات خص تخلق واحد النوع من الجهات جديدة باش تخلق وحدات صناعية جديدة، لان ما يمكنش مثلا واحد المستثمر يمشي يشتغل في واحد الجهه اللي كيكون ما فيهاش كثافه سكانيه، ما فيهاش يد عامله مؤهله، ما فيهاش واحد العدد ديال الشروط، وبالتالي هذا. ثانيا على مستوى الوكالات صحيح 79 فهي غير كافيه على مستوى التراب الوطني، والا فهي ممركزه دائما حسب الجهات التي يوجد فيها اكبر عدد من 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 اماكن الشغل. يضاف الى هذا، هل هناك من تعقيب اضافي؟ لا السيد الوزير، بس هل هناك من تعقيبات إضافية؟ كلمة السيد الوزير، تفضل. أن الوزارة بصدد إصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات باش تشتغل حسب مقاييس موضوعية، وغادي نوسعوا الشبكة بالطبع حسب الإمكانيات إلى مختلف جميع أنحاء التراب الوطني، أساسا المناطق النائية، وحنا كذلك بصدد إطلاق مبادرات محلية للتشغيل باش نعبئوا الفاعلين الاقتصاديين والمنعشين الاقتصاديين المحليين وجمعيات المجتمع المدني والمنتخبين، ونحن اعول على المشاركه ديالكم ديال الساده المنتخبين بالطبع دون ننسى السلطات المحليه، وبدون شك اننا غادي نتمكنوا من ايجاد الحلول الملائمه لهذه الاشكاليات اللي تناولتها، ولكن ماشي بهذه الحده. تكلمتي ليا في السؤال المكتوب على تنغير نالت حصتها وغادي تجي في اخر الحصه نعطيك
نعطيك الارقام ديال المعطيات ديال الناس سكان تنغير اللي عندنا عزاز اللي استفدوا من خدمات الوكاله الوطنيه للشباب. شكرا السيد الوزير. استثمار التراث الثقافي ببلادنا للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق العداله والتنميه. تفضل السيد نائب. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، بلادنا كتزخر بواحد تراث ثقافي غني. اشنو هي الاجراءات اللي كديروها باش نتمنوا هذا التراث الثقافي ونحافظوا عليه؟ وشكرا. الجواب السيد الوزير. السيد الرئيس، السيدات والساده النواب، لابد في البدايه ان نقر ان قطاع الثقافه اصبح يعرف حضور متميز، وخاصة من قبل صاحب الجلالة، من قبل الحكومة، من قبل مجلسكم مقر، وهذا يعكسه الأوراش التنموية والثقافية المنتشرة في مختلف أقاليم المملكة. وكما تعلمون وزارة الثقافة منذ بداية هذه الولاية وضعت مخطط قطاعي شكل، لا أقول قطيعة، لا أنا تنآمن بالتراكم، ولكن على الأقل نقطة تحول في مقاربة دور الثقافة في كرافعة التنمية المستدامة. وهذه المقاربة هي اللي مكنتنا من تحقيق نتائج إيجابية تجلت أولا في تقليص العجز المسجل في البنيات التحتية، حيث تمكنا من إضافة 19 مركز ثقافي خلال هذه السنوات الثلاث، الرفع من مستوى دعم المشاريع الثقافية والفنية بنسبة 6 أضعاف بالمقارنة مع سنة 2012، من تعبئة إمكانيات مهمة لتتمين التراث الثقافي تصل إلى تعبئة 150 مليون درهم سنوياً في هذه السنوات الثلاث الأخيرة، مقارنة مع ما لا يفوق على 50 مليون درهم قبل سنة 2012. وضع مشاريع مهيكلة للقطاع من قبل النظام الإحصائي، إحصائيات الثقافية، مشروع مؤسسة الشراكة الثقافية الذي سيسمح لوزارة الثقافة مع شركاء آخرين. شكراً السيد الوزير. تعقيب السيد النائب، تفضل. السيد الوزير المحترم، نشكركم على هذا الجواب. ما نكروش بأنكم كديروا واحد المجهود وكتدبروا هذا القطاع بواحد الحكمة، بواحد الرزانة، ولكن بغينا نشير واحد الدراسة درتها هذه سنتين المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وبين فيها بأن الشباب المغربي عنده شبه انعدام للتعاطي مع الثقافة، لا إنتاجا ولا استهلاكا. ونزيد نشير واحد القضية أخرى، أن في المغرب للأسف الشديد تبنى أحياء سكنية جديدة ومدن جديدة بدون دور للثقافة، بدون متاحف، بدون مسارح. هذا الشيء كيفتح المجال أمام التطرف الديني، أمام الانحلال الخلقي، أمام أشياء كثيرة. الشباب ديالنا خصو يتأثر ثقافيا باش يتعطى لنا في الغد مواطن مغربي متوازن ثقافيا رياضيا ونفسيا، باش يكون عنده واحد الطاقة إنتاجية. الثقافة اليوم أصبحت واحد المجال للاستثمار أيضا. فندعوكم السيد الوزير أن تنسقوا مع القطاعات الأخرى من أجل تكون واحد استراتيجية أفقية في مجال التعليم العالي، في مجال التربية الوطنية، في مجال السكنة والتعمير، في مجالات أخرى، باش يكون عندنا مستقبلا. شكرا السيد النائب المحترم. هل هناك من تعقيب اضافي الموضوع؟ كلمة السيد الوزير اذا تبقى وقت. تفضل، باقي عندك الوقت، تفضل، انتهى الوقت. حيت هذا انتهى الوقت كتعطل عندي. شنو دابا انتهى الوقت ولا ماشي انتهى الوقت؟ لا ريجي، تفضل تفضل تفضل. هذا صحيح، وهذا هو اللي تجعلنا في وزارة الثقافة نطلبوا بمجهود استثنائي لقطاع الثقافة. شكرا. هذا الوقت استثنائي من أجل الثقافة. لغة الإشهار، فليتقدم أحد السادة النواب المحترمين بطرح سؤال. تفضل السيد نائب. ما هو الإجراء الذي ستتخذونه لإصلاح وضعية اللغة والمشاهد المخلة بالأخلاق التي نراها عبر الإشهار المرئي والمسموع؟ وشكرا. كلمة السيد الوزير، تفضل. تفضل السيد الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا
من الناحية القانونية تم إحداث لجنتين للأخلاقيات، الأولى بالشركة الوطنية لإذاعة والتلفزة والثانية بشركة سوريا القناة الثانية، وهي لجان معنية بالسهرة على احترام تطبيق مجموع المقتضيات المرتبطة بالأخلاقيات في دفاتر التحملات، حتى يتم من جهة احترام استقلالية الإعلام العمومي، لكن من جهة أخرى توفير آلية لتطبيق ما جاء في قانون اتصال السمع البصري بخصوص الأخلاقيات والأخلاق والأدب العامة. من هنا هذه دعوة لعموم المواطنين ودعوة لعموم الجمعيات والهيئات، إذا كان هنالك عائق توفر على صفة المنفعة العامة من أجل اللجوء إلى لهكا الهيئة العليا لاتصال السمع البصري، فإن هذا العائق غير موجود بالنسبة للجنة الأخلاقيات، توجه إليها مباشرة حتى تستطيع إصدار قرارات وتوصيات تهم هذا المجال. الخطوة الثانية التي اشتغلنا عليها وتهم مباشرة مراجعة قانون اتصال السمع البصري بخصوص صورة المرأة، والآن مشروع التعديل هو بين يدي اللجنة. هنالك مقتضيات أخرى اقترحت من أجل تعزيز التعديل حتى نستطيع أن ننسجم مع القيم الحضارية لبلادنا، الأمر هو بين يدي اللجنة. النقطة الثالثة والتي أيضا تم الاشتغال عليها وهي تقوية اختصاصات الهيئة العليا لاتصال السمع البصري عبر مراجعة. تعقيب لأحد السادة النواب، تفضل. السيد الوزير، شكرا على التوضيحات التي أدليتم بها، ولا حاجة لإعطاء أمثلة عن بعض الوصلات الإشهارية المرئية والمسموعة والمقروءة وعن بعض المسلسلات، فأنتم تتبعون بعضها. وما ينبغي توضيحه انزعاج بعض المواطنين من بعض هذه الوصلات الإشهارية، انزعاج في لغة الإشهار، انزعاج من بعض الصور غير اللائقة والمخلة بالأدب. إن عيون وسائل الإشهار تركزت على جيوب المواطنين وإقناع المشاهد والقارئ بكل السبل لبيع منتوجاتها، وهذا أدى إلى طغيان التسطيح ودغدغة الأحاسيس. السيد الوزير، الإشهار يجب أن يكون مؤطراً حتى لا يخرج عن مقومات وعادات المجتمع المغربي. حرية التعبير لا تعني التسيب في الإشهار. السيد الوزير، صخب غامر ذو ألف صوت يملأ جو الحياة بالكلمات المضخمة الجوفاء، وفتنة مغرية للصور والأصوات تحول اللغة الخاصة بدنيا الفكر إلى دنيا الغرائز، وتأثير غير محسوب يخدر الرأي العام. سيد الوزير، شكرا. فذكر إنما أنت. هل هناك من تعقيب إضافي؟ إذا لم يكن، نريد قوية البحث العلمي بالجامعة للسيدات والسادة النواب محترمين من فريق الأصالة والمعاصرة. السيد نائب، تفضل. شكرا السيد الرئيس. تعال خصنا شي شويه الوقت السيد نائب من اجل البحث العلمي. السيده الوزيره المحترمه، نسائلكم اليوم حول تقييمكم لمنظومه البحث العلمي والاجراءات المزمع اتخاذها من طرف الحكومه للنهوض بهذا القطاع، وشكرا. الجواب السيده الوزيره، تفضل. شكرا السيد نائب المحترم. طبعا هذا السؤال ديالكم كيطلب وقت، وهو الوقت اللي كان عندنا كافي في اطار اللجنه واللي قدمنا لكم فيها المخطط ديال الوزاره من اجل الارتقاء بمنظومه التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا. هذا الارتقاء اللي كنجعلوا ليه عنوان عريض، اللي هو العنوان اللي سطر البرنامج الحكومي والمتعلق ب يعني ارتقاء بمنظومه البحث العلمي اللي جعلها قاطره للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه بالبلاد. شكرا. تعقيب السيد نائب. شكرا السيده الوزيره. حنا هذا السؤال طرحناه لجوج ديال الاسباب. السبب الاول هو اننا نعتقد بانه يستحيل خلق الثروه في بلادنا في غياب موارد طبيعيه قاره من خارج منظومه البحث العلمي والاختراع والابتكار، وهذا ما تم تاكيده في لقاء الجوايز الاخير بمراكش. النقطه الثانيه، نعتقد كذلك بان الموارد الماليه المخصصه من طرف الحكومه لهذا القطاع تفضل السيد نائب، مخصصة من طرف هذا القطاع لا ترقى الى مستوى التحديات وطموح المغاربه للانخراط في نادي الدول الصاعده. وملي كنقولوا نادي الدول الصاعده خص يكون واحد الـ واحد الـ واحد الـ واحد البيدجي مناسب
للبحث العلمي. هادو جوج الأسباب، ولكن السيدة الوزيرة أن السياسة الحكومية للأسف في هذا القطاع لا تتماشى مع طموحات المغاربة. غادي نعطيك جوج ديال الأدلة بسرعة. الدليل الأول هو أن الميزانية المخصصة ما كتفوتش 400 مليون ديال الدرهم، وفي داخل الميزانية عندنا 122 مليون ديال الدرهم، يعني ما كاملش 12 مليار ديال السنتيم، و270 جايين من القطاعات الأخرى. إذن نسبة هزيلة كثيرا. والنقطة الثانية، وهذا هو الإشكال الحقيقي، كيف يعقل أن تستفيد جمعية لا تشكل مؤسسة عمومية من تقريبا 20 مليون ديال الدرهم في الوقت اللي أن الميزانية المخصصة للجامعة المغربية يتجاوز عدد الطلبة ديالها 40,000، عند الميزانية ديالها هي 20 مليون ديال الدرهم. وهذه جمعية كتعرفيها جيدا السيدة الوزيرة، ليست مؤسسة عمومية، وأساتذة فيها كيستافدوا من خمسة ديال المشاريع من طرف لو سي ان ار اس تي. الوقت المخصص لكم تعقيب السيدة، هل هناك من تعقيب إضافي؟ أولا كلمة السيدة الوزيرة، تفضلي. شكرا سيدنا المحترم. طبعا الإشكاليات الأساسية بالنسبة للبحث العلمي هي كتعلق بالموارد المالية وكذلك الموارد البشرية. الوزارة قامت بجهود أساسي ويعني وجبار في هذا الإطار، بحيث بالإضافة للميزانية العامة اللي تحدثتي عليها، فالوزارة عملت مجهود استثنائي من أجل تعبئة مبلغ 300 مليون درهم من الصندوق الوطني لتشجيع البحث العلمي، واللي هو جاء في إطار طلب عروض اللي استفاد منها الجامعة المغربية بصفة عامة، بالإضافة إلى جميع مراكز البحث اللي من حقها كذلك تستفاد من هذا طلب المشاريع. بالإضافة إلى ذلك كانت تخصيص 20 مليون درهم لتمويل مشاريع البحث في مجال الفلاحة في إطار المشروع الأوروبي أغينيت ميت 2، وتخصيص ميزانية كذلك ديال مليون أورو لتمويل مشروع البحث ديال مجال الماء والطاقة في أغينيت ميت، وكذلك المشاركة في الأنشطة ديال موبيلايز اللي كتهدف إلى تقوية ودعم الحوار السياسي، إلى غير ذلك من المشاريع اللي ربما ما غيبقاش الوقت كافي باش نذكروها. وبالنسبة للموارد البشرية كذلك دارت الوزارة مجهود استثنائي كيتعلق أساسا بأنه إصدار المرسوم ديال الانتقال من أستاذ مؤهل لأستاذ التعليم العالي اللي كان موقف من 1997، واللي اليوم جعل ضمن المعايير الأساسية هي معيار البحث العلمي. بالإضافة إلى ذلك، شكرا السيدة الوزيرة على استراتيجية السكنية بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب محترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد السادة النواب بطرح السؤال. تفضل سيد نايم. تفضل سيد نايم. محترم، نسائلكم عن استراتيجية وزارتكم للنهوض لتأهيل قطاع السكن بالعالم القروي، وشكرا. كلمة السيد الوزير. تفضل سيد الوزير. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، شكرا لكم السيد النائب المحترم على هذا السؤال. أعتقد أنه يتعين أن يكون فيما بيننا، أن تكون فيما بيننا لغة الصراحة، وسبق لي أن استعملت ذلك في الجلسة المخصصة للجنة في إطار قانون المالية، لأقول بأنه مسألة استراتيجية البناء أو السكن في العالم القروي تعين أن نوضح ما هي هذه نوعية هذا التدخل. إذا كان التدخل هو أن نعيد ما نقوم به في المدن، هذا أمر غير صالح للعالم القروي، بمعنى أنه لا يمكن أن نذهب إلى العالم القروي ونبني شقق أو نبني السكن الاجتماعي أو تكون عندنا مقاربة من هذا النوع. ما يمكن أن نقوم به عنده طبعين. الطبع الأول هو أننا في مدن، في مراكز صاعدة بالأساس، أن نتمكن من فتح مناطق جديدة للتعمير أساساً من خلال تجزئات اللي يمكن السكان يناسبهم هذا النوع ديال السكن ويجيوا على حسب الإمكانيات ديالهم ويجيوا يسكنوا. أما تبني لهم شي حاجة قائمة الذات ما يمكنش تمشى، فبالتالي مجهود ضخم ديال الدولة في هذا الاتجاه غيكون فاشل. المسألة الثانية هو أنه في عدد من المناطق النائية والجبلية يتعين تحسين ظروف السكن ديالهم، مثلا أننا ندخلوا سخانات ديال الماء، أننا نحسنوا من جودة البناء عندهم، أننا نمكنوهم من البناء. السيد الوزير، انتهى الوقت المخصص لكم. تعقيب السيد نائب. شكرا السيد الوزير،
ونحن نتحدث عن الاستراتيجية السكنية بالعالم القروي، ما يقع السيد الوزير بأقاليم الجنوب بسبب التساقطات المطرية المباركة يكشف عن مدى هشاشة الدور السكنية بالعالم القروي وعن هشاشة البنى التحتية التي أتلفت وجعلتنا إلى حدود الساعة عاجزين عن إغاثة المنكوبين والمتضررين في عدة جماعات قروية خاصة بإقليم ورزازات. السيد الوزير المحترم، كان بالإمكان التخفيف من تلك الأضرار والمعاناة لو أعطينا العالم القروي ما يستحق من عناية منذ عدة عقود. في قطاع السكن على سبيل المثال، خلال هذه السنة خصص للسكن في العالم القروي مبلغ 120 مليون درهم. مقابل ذلك وقعت اتفاقيات للتأهيل الحضري للمدن بقيمة تفوق 44 مليار ديال الدرهم. هذا فرق صارخ يتطلب منا إرجاع العناية بالعالم القروي وذلك بما يلي. يجب على استراتيجية السكن في العالم القروي أن تهدف لضمان الحد الأدنى للعيش الكريم للمواطن، لو سميك دو في. ثانياً فك العزلة. ثانياً تبسيط مصادر الترخيص ومجانية. شكراً الوقت المخصص لكم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد نائب. صوت تفضلت. سيد الوزير، لقد أرسلتم مذكرات حول تبسيط المساطر بعالم القروي، ولكن للأسف الوزارة في واد، وإحنا عندنا واحد المندوب السكن في إقليم سيدي قاسم في واد. شكرا. لا يريد تطبيق. شكرا السيد النائب المحترم. هناك من تعقيب إضافي بعالم القروي. انتهى الوقت المخصص لكم، تفضل السيد النائب المحترم. صوت انتهى الوقت. كلمة السيد الوزير، تفضل. ايوا مش تفضل يا سيدي النائب، تفضل. يلا تفضلي. تفضل يا سيدي النائب. السيد الرئيس، السيد الوزير المحترم، سيدات والسادة النواب. السيد الوزير، تفضلي السيدة النائبة. الكرونة السيد الرئيس، باش غير تفضلي، غير تبداي وغادي يبدا الكرونة. السيد الوزير المحترم، قلت بانكم غتكلموا معنا بصراحة في هذا الموضوع ديال استراتيجية السكن في العالم القروي. مع الأسف السيد الوزير، غادي نربطوا ما وقع من حوادث مؤلمة ديال الفيضانات بغياب استراتيجية السكن في العالم القروي. لأن غادي نشيروا لانعدام المراقبة، البناء العشوائي، أدوات البناء سيد الوزير اللي كتبنا، البناء في ليني دو فلوف، هذا سرير للنهر أو في قمم الجبال، وكل هذا أدى إلى الانهيار ديال المنازل وأدى إلى حوادث مؤلمة سيد الوزير. لذلك حنا كنهيبوا سيد الوزير بهذا باش المغرب ما يبقاش يمشي بسرعتين. هذا العالم القروي إما غادي نشوفوا تصاميم نماء مخطط واستراتيجية، مخطط ديال التهيئة، المراقبة ديال التعمير. حتى السيد الوزير المحترم، بالنسبة لهذه العمليات ديال البناء، يمكن تكون تصاميم ديال لاركيتكتور ديال البيطو أغمي. علاش؟ لأنهم كيبنيو بالطين، وما كان حتى بالنسبة للشروط التعجيزية في الحصول على الوثائق، لا منيحة ديال الشروط اللي كيتواجهوا بها باش يجيبوها هاد الناس، أو هاد الطرق ديال البناء، لأن العالم القروي كيبغيو يبنيو في الكبر، والحال أنهم كيتواجهوا بواحد الشروط التعجيزية اللي ما تمكنهمش باش أنهم يبنيو ويعيشوا هاد العيش الكريم. لذلك السيد الوزير، حنا كنلحوا على هاد المسألة ديال وضوح الرؤية واستراتيجية واضحة بالنسبة للسكن. هناك من تعقيب إضافي آخر؟ إن لم يكن، كلمة السيد الوزير. تفضل السيد الوزير. شكرا لكم. بسرعه، لان طرحتي واحد عدد ديال الامور، ولا كنتو في استراتيجيه ديال السكن دزتيو للاحداث الاخيره. الاحداث الاخيره اعتقد انه ربما هناك اسباب، ولكن كذلك هناك القوه ديال الماء والقوه ديال الفيضانات. فاعتقد انه يتعين اننا كنا نفهموا بانما هذه الامور قد تقع في بلدان اخرى وقد نصل الى نفس النتائج. واستمعت من دون شكل وزير الداخليه على هذا المستوى. الان على مستوى ضوابط البناء، دوزنا مرسوم اول اللي هو المضاد للزلازل في العالم القروي، راه الان يتعين التطبيق ديالو. دوزنا مرسوم ثاني اللي هو البناء بالطين ولكن المعزز،
كذلك الان يمكن لهم يبنيو بالمواد المحليه، ولكن طبقا للمعايير ديال البناء اللي يمكن لها تصمد امام حالات من هذا النوع. الان يتعين التطبيق، كتكلموا لي على المندوب ديال سيدي قاسم فيما يتعلق بالترخيص للتجزئات الى غير ذلك، ماشي المندوب اللي كيقرر، المندوب ديال السكنه ما كيقررش التجزئات، الامر يعود اما لوكاله حضريه او للجماعات المحليه اللي هي اللي يمكن تقرر، ماشي المندوب ديال السكنه. فبالتالي ما عرفتش علاش المندوب ديال السكنه غيكون عنده هذه المسؤوليه، هذه. فيما تبقى المساله ديال العالم القروي تقتضي ان تكون لنا الشجاعه لنقول يتعين ان نتكيف نحن مع متطلبات العالم القروي، ماشي نجيو نسقطوا عليهم بناء اللي هما رافضينه واللي هو شبيه بما. شكرا السيد الوزير. عمليه ادماج شركات صناعه اسمنت للفروع المتخصصه في انتاج الخرسانه الى الشركه الام للسيدات والساده النواب المحترمين الفريق الشراكي. تفضل السيد النائب. شكرا السيد رئيس. السيد الوزير، السؤال يتعلق ب بعمليه واحد العمليه كيعرف المغرب في هذه السنه، هو واحد العمليه ديال ادماج الشركات الام المتخصصه في مجال الاسمنت للفروع ديالها اللي كتصوب الخرسانه. السؤال هو هل هناك انعكاسات خصوصا فيما يتعلق بقطاعكم على موضوع ديال محاربه السكن غير اللائق؟ شكرا. كلمه السيد الوزير. شكرا للاخ النائب المحترم. تعلم جيدا من دون شك انه منذ طرحكم للسؤال تغيرت الامور، وفي القانون المالي الاخير دوزنا تعديل اللي كيحذف هذه الامكانيه، وبالتالي حتى عندما هاد الشركات الفرعيه ديال كبريات الشركات ديال الاسمنت ولات كدير الاسمنت القابل للاستعمال لو بيتون بري ا لومبلوا، هذا الامر هذا ولا كيدخل كذلك في الرسم اللي كنستخرجوه من اجل ادماجه في الصندوق ديال التضامن للسكن. قبل ذلك العمليه ما كانتش كتتم فعلا، لان كان فراغ قانوني وكانوا كيستافدوا منه وكيدخلوا منه. تعقيب السيد النائب، تفضل. شكرا، ذكرتي بذلك السيد الوزير، والسؤال طرح قبل هذا الموضوع ديال التعديل، وحنا خصنا نستناو اول جونفيي باش ولكن يمكن نفتحوا واحد القوس اخر في واحد العدد من القرارات السريعه اللي اتخذت الان من طرف الحكومه. احيلكم الى توقيع رئيس الحكومه على لافيزيون لافارج هورسيم اللي اليوم كطرح واحد العدد كبير من الاسئله امام توقف قانوني لمجلس المنافسه، ما تنعرفوش اليوم اش كيشكل هذا المشكل على مستوى المنافسه. هاد لي فيزيون الى حتى الا ما كانوش كيشكلوا خطر او نقص في مداخيل ديال صندوق الدعم فهم تينقصوا بعد تيشكلوا بعد التاثيرات الواضحه على المداخيل الضريبيه بطبيعه الحال. اليوم هذا مشكل اللي ما عرفتش علاش الدوله حاولت تربح واحد العدد من المداخيل، ولكن في عمق الموضوع تيشكل خطوره على المداخيل الماليه اللي تيبان بانه الدوله عندها خطابين في هذا الموضوع. عندها خطاب ديال انها تمشي تجيب مداخل ماليه من المكان، ثم عندها خطاب ديال تعطي هدايا ماليه لبعض القطاعات وبعض الشركات بشكل غريب. وشكرا. شكرا. هل هناك من تعقيب اضافي؟ يبدو انه ليس هناك. كلمه السيد الوزير. بسرعه، اعتقد الجزء الاول، الجزء الثاني هذا موضوع اخر. حسب المعلومات التي اتوفر عليها ماشي القطاع ماشي 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 ديالي، ولكن يمكن لي نقول لكم بانه حسب معلوماتي لا نوجد في وضع ديال الاحتكار سون بون سيتياسيون مونوبول حتى بالنسبه للفيزيون اللي كاينه بين هاد جوج ديال المجموعات، ولا اعتقد يمكن تكون عندكم مناسبه ان هناك انعكاسات ماليه على هذه على بالنسبه لهذه العمليه على على الميزانيه ديال الدوله. فلذلك هذه عمليه الان اذا كانت كلام لمجلس المنافسه في الامر احنا مستعدين نسمعوا لمجلس المنافسه فيما يمكن ان يقوله على هذا المسألة. شكرا. تاهيل واعاده هيكله منطقه الهرويين بالدار البيضاء للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق التجمع الوطني الاحرار. فريق التجمع الوطني، تفضل السيد النائب. سيد الوزير، اتفاقيه شراكه كانت وقعت سنه 2013 بين ثلاث قطاعات حكومية ومؤسسة منتخبة تروم محاولة إعادة تأهيل منطقة الهراويين التي انضمت إلى مدينة الدار البيضاء سنة 2009 واللي عندها خصص كبير، فإن وصل التزام الشركاء في هذه الاتفاقية سيد الوزير؟ الجواب لكم سيد الوزير. فعلا سيد نائب المحترم، كتكلموا على اتفاقية
اللي تم التوقيع عليها واللي كتهم الهرويين. هذه اتفاقية الكلفة الإجمالية ديالها 230 مليون درهم، منها 150 مليون درهم ديال وزارة السكنة عبر صندوق تضامن للسكن. العمران هي اللي مكلفة بإعداد الملفات التقنية بطلب العروض والإشراف على إنجاز وترخيص الدراسات والتصاميم وغير ذلك. كتعرفوا شنو هو الهدف ديال الاتفاقية؟ هو إعادة الهيكلة عموما بالنسبة للحي ديال الهراويين. وفيما يخص تقدم الأشغال فيمكن أن نقول بأن المشروع انطلق منذ فبراير 2014 من دون شك كان هناك نوع من التأخر، ونحن بصدد محاولة استدراك هذا التأخر باش نوصلوا للأجالات اللي التزمنا بها والقيام بالأشغال كما تنص عليها الاتفاقية. تعقيب سيد النائب تفضل. سيد الوزير، هذه نموذج راقي من التعامل ديال القطاعات الحكوميه معها فئه مهمشه، فئه تعيش الفقر والهشاشه. واظن سيد الوزير مشكور انك خصصتم كقطاع واحد المبلغ كبير، هذه ستبقى مسجله لكم سيد الوزير، لان هذه المنطقه اضيفت الى مدينه الدار البيضاء الى عماله مقاطعه مولاي رشيد بدون أن يكون أي مرفق اجتماعي، لا دار شباب لا نادي نسوي، موصوف ل 70,000 ديال الساكنة، لا ملعب ديال الرياضة، لا حديقة. أظن أنها قمة ديال 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 البنية هشة. وأظن السيد الوزير هذه فك العزلة على هاد الناس، وربما الدراسات دارت فك العزلة على هاد الناس، هذا ضروري جدا. فمثل هذه الاتفاقيات هي اتفاقيات اللي يمكن أنها تعطي الثمار ديالها، ويمكن انها من خلال الساكنه انها تطمئن. اللي تنطلبوا السيد الوزير انكم تسرعوا بهذه العمليه، لان الاتفاقيه فيها 2013 2014 2015 الدراسات ربما انتهت. فعليكم السيد الوزير، وهذه اشكركم جزيل الشكر انتم والقطاعات والمجالس المنتخبه وكذلك الولايه اللي هي عندها دور في التنسيق في هذا المجال، وشكرا لكم السيد الوزير. هل هناك من تعقيب اضافي في هذا السؤال؟ كلمه السيد الوزير تفضل. شكرا فقط بسرعه، شكرا لكم السيد النائب، واناديكم بدوري الى انكم تبقوا حاضرين معنا من اجل انه اي تاخر تنبهونا كذلك باش نكونوا في الموعد وباش نقوموا بالالتزامات ديالنا في الاجالات اللي حددناها، اي 2017 اعتقد ياك 2015 اعتقد ان شاء الله. تبارك الله عليكم. شكرا للسيد الوزير. السادة النواب المحترمين، التحق بنا الان السيد رئيس الجمعيه الوطنيه لساحل العاج مع وفد هام من البرلمانيين السيد سورو كيبافوري جيوم، فمرحبا بالوفد والسيد رئيس الوفد المرافق له.